تمام. هو في اوريدي حد بدأ التسجيل من 8 دقايق؟ لا لا، اعتمد بقى التسجيل. تمام، طيب فخلونا كده نبص بنظرة سريعة على المادة بتاعتنا شكلها عامل ازاي، الاوتلاين بتاعنا. التكست بوكس اللي هنمشي منها هم 4 تكست بوكس. اول 2 دول يعني ليهم علاقة ببعض او شبه بعض شوية. اول تكست بوك عندنا اللي هو اسمه ساتلايت كوميونيكيشنز، المؤلف بتاعه اسمه دينيس رود. ده من الكتب المهمة القديمة اللي بتستخدم في تدريس الساتلايت كوميونيكيشنز، وهيبقى جزء كتير من الكلام بتاعنا متاخد منه. الكتاب التاني برضه مهم قوي اسمه ساتلايت كوميونيكيشن سيستمز. الكتاب ده برضه ظريف وهناخد منه اجزاء في الشغل بتاعنا. الكتاب التالت مختلف سن عنهم، هو كتاب اوربيتال ميكانكس. اوربيتال ميكانكس مقصود بيها الميكانيكا اللي بتحكم حركة الساتلايت حوالين الارض. احنا في الحقيقة هناخد شوية وقت كده بنتكلم على انواع الاوربيتس اللي هي المسارات اللي بتمشي فيها الساتلايت حوالين الارض، انواعها واشكالها ومواصفاتها والقوانين اللي بتحكمها. وده مفيد لينا من وجهة نظر مهندسين اتصالات. ازاي؟ انت محتاجين نوصف المسارات المختلفة، محتاجين نعرف بعد الساتلايت عن الارض وقد ايه هو ثابت او بيتحرك بالنسبة للارض. بناء على المعلومات دي هنحدد في اللينك بادجت، زي ما تفتكروا من السنة اللي فاتت حاجة زي الفري سبيس لوس معتمد على الديستنس. محتاجين نشوف، محتاجين نعمل تراكنج للانتنة مثلا عشان اشوف الساتلايت ولا لا. فشوية تفاصيل مرتبطة بحركة الساتلايت حوالين الارض والميكانيكس اللي بتحكم الحكاية دي. فيمكن الكتاب ده طبيعته مختلفة شوية، لكن هنسبن سام تايم بنتكلم على شوية موضوعات منه على الاوربيتال ميكانيكس. الكتاب الرابع اسمه ساتلايت تكنولوجي برينسيبلز اند ابليكيشنز. الكتاب دوت برضو فيه شوية تفاصيل شبه التفاصيل اللي فوق الكتاب الأول والتاني، لكن الشيء المميز فيه إن هو بيتكلم على الساتلايت أبليكيشنز بتفاصيل أكتر شوية. هتلاقوا فيه آخر حوالي 8 أو 9 شباتر، شابتر بيتكلم على أبليكيشن معين. هتلاقي شابتر بحاله على الساتلايت كوميونيكيشن، شابتر تاني على حاجة اسمها الويزر ساتلايت، شابتر تالت على الميليتاري ساتلايت وهكذا، شابتر كمان على النافيجيشن ساتلايت. فهو ميزة الكتاب الأخير إن هو مركز قوي على الأبليكيشنز وعامل ديديكيتد تشابترز لكل أبليكيشن منه. وجايز أطلب من حضراتكم في المادة بتاعتنا إن احنا نعمل ريبورت وبرزنتيشن عن الأبليكيشنز المختلفة للساتلايت. فالكتاب ده ممكن يكون good starting point، نشوف ال different applications وندور احنا باستفادة اكتر شوية عشان نعمل ال report. ال course content بوجه عام هيمشي كالآتي. هنتكلم كده overview سريع على satellite systems، انواع satellite systems المختلفة واشكالها وتطبيقاتها المختلفة. بعد كده هنتنقل نتكلم على ال orbits، المسارات اللي بتمشي فيها الساتلايتس حوالين الارض، واللونشنج ميثودز ازاي بنطلع الساتلايت وازاي نخليه يطلع يمشي في مسار معين. اذا كان في مسارات متعدده ممكن يمشي فيها، ازاي في اللونشنج بتاعه بنحدد المسار اللي عايزين نروح فيه. وده مرتبط بالاوربيتال ميكانكس بشكل كبير. التوبيك الثالث اللي عندنا هنركز بقى على واحد من الاوربتس مشهور قوي، اشهر انواع الاوربتس اللي هو بيسموه الجيوستيشنري اوربت. هنتكلم عنه بتفصيل شويه، هنشوف الخواص بتاعته وهنشوف ازاي نعمل نحسب الزوايا بتاعه الانتنة عشان تبص على ساتلايت بعين. يعني حضرتك لما بيركب الديش ريسيفر عندك في البيت انت محتاج تظبط الزوايا بتاعه الطبق عشان يبص على ساتلايت بعينه. فهنحاول نبص على
الاوربت اللي هو المخصوص ده اللي اسمه جيوستيشن اوربت، ونشوف شوية حاجات تخصه من ضمنها اللي بيسموها الانتنا لوك انجلز، ازاي نظبط الانتنا انجلز عشان تبص على ساتلايت باند، وهل محتاجين نعمل تراكنج ولا لا، هل حركة الساتلايت بينز بالارض ثابتة ولا متغيرة في ريليتيف موشن يعني، وبالتالي عايز اعمل تراكنج ولا لا. التوبيك اللي بعد كده هيبقى الراديو ويف بروباجيشن، فكرة ان السيجنال هي وطلع من الارض وراح للساتلايت او بالعكس من الساتلايت للارض، هو الاب لينك والداون لينك، بنعدي على الاتموسفير. في الحقيقة الاتموسفير فيها كذا لير، الليرز المختلفة بتأثر على السيجنال بأشكال ممكن مختلفة شوية عن اللي بيحصل في الوايرلس كوميونيكيشن. ممكن احنا السنة اللي فاتت درسنا في الوايرلس كوميونيكيشن اللي اتشنت فيها مالتي باس وفيدنج وسكاترينج وكل الكلام الظريف ده، في حالة الساتلايت غالبا ده مش موجود، فكرة المالتي باس على الأقل مش موجودة على اعتبار ان انت طالع للساتلايت في الاب لينك او في الداون لينك، مفيش حاجة تعمل سكاترينج ومالتي باس. لكن في فينومينا أخرى بتحكم البروباجيشن دوت، هنتكلم عليها شوية ونشوف بنتعامل معاها ازاي من وجهة نظر اللينك بادجت. بعد كده غالبا بنروح على السبيس لينك، ودي بنحسب بيها اللينك بادجت للساتلايت في الاب لينك وفي الداون لينك، وبنحسب الكارير تو نويز ريشيو، وبنتكلم عن النويز باستفاضه اكتر شويه، وبنشوف البرفورمانس بتاع الساتلايت لينك عامل ازاي. ان انت في الاخر كيوزر بتسمح في الداون لينك، انت اللينك بتاعتك مقسومه حتتين اب لينك وداون لينك، فالاتنين مع بعض بيتجمعوا ازاي وازاي بيأثروا على البرفورمانس، هنبص على حاجة زي كده ونحسب اللينك بادجت والفري سبيس لوس وهكذا. وبعد كده غالبا بنتنقل على الساتلايت ابلكيشنز ونشوف بشكل سريع لو وقتنا سمح بعض الابلكيشنز. في كده تو توبكس انا عديت عليهم بسرعة في النص، اللي هم السبيس سيجمنت والايرث سيجمنت، دول بيتكلموا على الهاردوير كومبوننتس اللي في الساتلايت واللي في الايرث ستيشن. يمكن الجزء دوت وقتنا مش بيسمح نتكلم عليه، هنحاول السنه دي لو عرفنا نعدي عليه بسرعه حسب وقتنا ربنا يدبر. ده كده تصور عام للكورس كونتنت. بالنسبه لتوزيع الدرجات زي ما انتم عارفين تيبيكالي الفاينل بتاعنا وزنه 40%، و الميد تيرم اكزام وزن 20%، واعمال السنه بتاعتنا وزنها 40%. ال 40% بتاعت اعمال السنه ديت بتتقسم غالبا بالشكل اللي مكتوب دوت. بيبقى عندنا ماتلاب بروجكت وزنه 15%، وغالبا بيبقى على واحد من الحاجات اللي اتعلمناها في المادة بتاعتنا. السنين اللي فاتت كنا احنا بناخد شوية mathematical calculations بتخص مكان الساتلايت بالنسبة للأرض، وفي relative motion بين الساتلايت والأرض، نحسب ال relative motion دي ازاي وازاي نقول الساتلايت في الساعة كام موجود فين، وده هيساعد في حاجة زي التراكنج اللي احنا عايزين نتراك الساتلايت بتاعنا. هنحاول السنة دي نطور الفكرة شوية ونشوف ايه اللي ممكن يتعمل عشان نطورها شوية. عندنا كويز او اتنين على حسب وقتنا 5%. هنختار مجموعة من المسائل اللي بيها حضراتكم تحلوها. انا ما بحبش الاسايمنت لان للأسف بتتنقل، لكن يعني عايز توعدوني ان احنا نحاول ما ننقلش الاسايمنت، عايزين نجتهد ونحل بايدينا مش عشان حاجه، عشان بس نبراكتس ونبراكتس ونحاول نمشي ايدينا في الحل يعني. وغالبا هطلب من حضراتكم ان احنا هنعمل ريبورت وبرزنتيشن على واحد من الساتلايت ابلكيشنز، يعني اغلب الظن هنخلي كل جروب يختار واحد من الابلكيشنز ويعمل عليها تقرير، بس يكون تقرير محترم وريبورت محترم يعني عن الساتلايت ابلكيشنز. ممكن جروب يختار مثلا الكوميونيكيشن ساتلايت، جروب تاني يختار الميليتري ساتلايت وهكذا.
ده كده تصور عام لتوزيع الدرجات. وطبعا زي ما انتم فاكرين من السنة اللي فاتت بيبقى عندنا formative assessment، اللي هي عايزاه نعمل اتنين formative assessment. ده معلوش درجات، وزنه 0%، لكن بيتعمل علشان كطريقة انتوا تحلوا ونتناقش في الحلول او نقدم model answer للمسائل ديت، عشان الحل يعني في وجهة نظر الكلية من غير ضغط عليكم في الدرجات. فده كده توزيع الدرجات بوجه عام. إن شاء الله هيكون معانا المهندسة منى كامل، هي المعيدة بتاعتنا. الإيميل بتاعها منى.كامل@eng.asu من الجامعة. وأنا مايكل إبراهيم، اتقابلنا السنة اللي فاتت، وأدي الإيميل بتاعي. المحاضرات كده كده ما بحطها على ال ام اس، بحط المحاضرات اللي هي من غير الانوتيشن، من غير الكتابه اللي بكتبها، وبحط برضو بي دي اف في الانوتيتد سلايدز اللي بنشخبط فيها مع بعض. ده كده الاوتلاين السريع بتاع الماده بتاعتنا. حد عنده اي كومنت، اي اسئله فيما يخص الاوتلاين وشكل الماده؟ تمام. نبدأ في أول شابتر عندنا هو Introduction. الشابتر ده هيكون كده تفتيح موضوع مواضيع، هنقعد نتكلم كده شوية موضوعات في التوبيك بتاعنا اللي هو Satellite Communication، ونشوف شوية أفكار كده، نفتح موضوعات مع بعض. والشابتر اللي بعد كده هنركز أكتر على الأوربتس وأشكالها والأوربيتال ميكانيزمز. ففي الإنترودكشن دي هنبدأ نتكلم كده على شوية تفاصيل عامة عن الساتلايت بتاعنا. وبالمناسبة الجزء النظري اللي يمكن يكون في المادة ديت لو هيجي في الامتحان بيجي بشكل صح وغلط او MCQ، مش هقول لك دش ولا اكتب اسي ولا حاجة، لكن في معلومات نظرية هتبقى موجودة، وارد ان هي تيجي بشكل MCQ او صح وغلط. في الهيستوري بتاع الساتلايت very interesting في الحقيقة، والصراع اللي كان بين الاتحاد السوفيتي وبين أمريكا على مين يطلع الساتلايت الأول، والتنافس ده الهيستوري ده لو حد interested فيه يعني ممكن يبص على شابتر رقم 1 في التكست بوك رقم 1 ورقم 4، هيلاقي detailed history للساتلايت والتنافس اللي كان موجود، البوليتيكال كومبيتيشن اللي كانت حاصلة ما بين القوتين العظمتين ساعتها يعني. الساتلايتس في الحقيقة جزء مهم جدا من حياتنا دلوقتي، وبتأثر على حياتنا في أشياء كتير جدا. هي مين اللي بتستخدم عشان تنقل داتا؟ انترنت، تنقل فون ترافيك، تنقل تي في سيجنالز، تنقل حاجات كتير. الساتلايتس غيرت كتير في حياتنا، ويمكن أشهر أو أجدد، خلينا نقول أجدد حاجة حصلت الأيام دي في الساتلايت كوميونيكيشن الشركة بتاعت إيلون ماسك اللي هي اسمها ستارلينك. ستارلينك عاملة شبكة أقمار صناعية عشان توصل الإنترنت العالم كله، وبسبب الفكرة ديت إن هو الساتلايت يمكن أحد أهم مزاياه يعني إن الساتلايت سيجنالز بتإجنور البوليتيكال and geographical boundaries. فلو حد كان متابع الأخبار، شبكة ستارلينك بتاعت إيلون ماسك كان بيستخدمها عشان يدي إنترنت سيرفيس بروفايدر إنترنت سيرفيس لمناطق معينة هو شايف إن هما يستاهلوا عندهم إنترنت، فقط حرب مثلا زي حرب أوكرانيا أو ما شابه. فالساتلايت كوميونيكيشن قد كده powerful، قد كده هي بره حدود البوليتكس والباوندريز الموجودة والحدود الجغرافية والسياسية، بقى تسمح من يملك التكنولوجي انه يتحكم في حاجات كتير. طيب الساتلايتس في الحقيقه، الساتلايت كوميونيكيشن بوجه عام، بتسمح ان احنا نغطي مساحات ضخمه جدا من الارض. Very large areas of earth are visible from a satellite. ودي الميزه الرئيسيه اللي بتخلي الساتلايت ممكن يشتغل كستار بوينت اوف ا كوميونيكيشن نتورك. يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى الساتلايت بتاعنا موجود في السماء فوق،
ويكون في على سطح الأرض كذا يوزر بيتكلموا مع بعض من خلاله. هو في الآخر هي أبلينك والساتلايت هيداول لينك على حد تاني، فكل ساتلايت هو عامل كونكشن، مش بنسموها ستار كونكشن، هو في المركز والناس بتبعت له وتستقبل منه. وده يسمح ان هو يعمل لينكينج لميني يوزرز هو may be widely separated geographically. وجوده في السماء فوق سمح له يشوف مساحات ضخمه من الارض، وسمح له انه يخدم ناس بعاد عن بعض ما كانوش هيعرفوا يتواصلوا otherwise. البدائل اللي ممكن تعمل حاجه شبه كده النهارده هي ممكن تبقى الاوبتيكال فايبرز اللي ماشيه في قاع المحيط او حاجه، لكن غير كده صعب جدا الوايرلس سيجنال تسافر مسافات ضخمه والساتلايت بيوفر الامكانيه دي. الساتلايت كمان كان بروفايد كوميونيكيشن لينكس تو ريموت كوميونيتيز، لو مناطق معزوله او مناطق التريستيال كوميونيكيشن فيها مش متاحه، صحراء في قلب البحر او whatever، الساتلايت يقدر يكفر المناطق ديت بشكل جيد. الساتلايت يقدر يبروفايد كوميونيكيشن زي ما اتفقنا بغض النظر عن البوليتكس او الجيوغرافيكال باوندريز، اللي معاه التكنولوجي هيدي الاكسس لـ whoever he wants. فمزايا كتير قوي في الساتلايت كوميونيكيشن، لكن المزايا الضخمه ديت مرتبطه بتكلفه ضخمه، هيوج كونستراكشن كوست وهيوج لونشينج كوست. الكوست ديت ضخمه جدا، وتتطلب ان عشان يكون الساتلايت كوميونيكيشن افيشنت او ايكونوميكال يعني، لازم يكون الساتلايت ان كونتينوس يوز، مستخدم بشكل مستمر، يكون في لارج نمبر اوف يوزرز بيستخدموه عشان التكلفه تتقسم عليهم، وبالتالي سوري وبالتالي يبقى ايكونوميك. طيب يعني ايه ساتلايت؟ كلمه ساتلايت بوجه عام هي any natural or artificial body moving around a celestial body. Celestial body اللي هو جرم سماوي يعني، such as planets and stars. فلو في artificial أو natural body بيلف حوالين celestial body آخر زي الأرض أو كوكب أو whatever، ده يسموه satellite. يعني المون، القمر، المون يعتبر sort of a natural satellite، ان هو بيوربت السيليستيال بادي الجرم السماوي او الجسم السماوي اللي اسمه ارض. واعتقد ان في وقت من الاوقات الولايات المتحده الامريكيه استخدمت القمر المون عشان كباسيف ساتلايت، ان هو يرفلكت سيجنال ويعمل كوميونيكيشن ما بين الايست كوست والويست كوست. غالبا لما طلعوا على القمر حطوا هناك حاجه ريفلكتنج سيرفيس او حاجه، وبقى يرفلكت الويفز بشكل او باخر. في الكونتكست بتاع الماده بتاعتنا، الساتلايت هو ارتفيشال بادي بيتصنع وبيعمل لونشنج، بيتحط في اوربت معين وبيلف حوالين كوكب الارض، البلانت ايرث. ده في الكونتكست بتاعه. الساتلايت ابلكيشنز كتير قوي، وزي ما قلت لحضراتكم في تكست رقم 4 هتلاقي حوالي 6 او 7 شباتر على different applications للساتلايت. في ساتلايت تستخدم في communication، سواء بتنقل TV signals، data، internet، phone calls او whatever. في حاجة اسمها remote sensing satellite اللي هو الاستشعار عن بعد، وهنا في مصر في هيئة الاستشعار عن بعد. الهدف منها ساتلايت بيصور سطح الأرض، أو لو في سنسورز مختلفة عشان يسنس سطح الأرض أخباره إيه، ممكن اكتشاف مياه جوفية، اكتشاف معادن، أو اكتشاف whatever. remote sensing satellites. في satellites وظيفتها تصور السحب وتسنس التمبرتشر والهيوميديتي whatever، دي weather satellites. في satellites طبعا الأشهر اللي بتستخدم في النافيجيشن زي الجي بي إس بتاع أمريكا، والاتحاد روسيا دلوقتي والصين عاملين نسخ اخرى من ساتلايت نافيجيشن سيستمز، فبرضه دي ممكن نتعرض لها في ساتلايت ابلكيشنز. ان في كذا طريقه للنافيجيشن، اشهرهم طبعا الجي بي اس ده اللي منتشر جدا، لكن روسيا
الصين عشان يطلعوا من هيمنة أمريكا، يعني لو بكرة الصبح أمريكا طفت المفتاح بتاع الجي بي إس كلنا هنتوه. روسيا والصين عاملين كل واحد عامل تكنولوجي أو عامل سيستمز مختلفة عشان موضوع النافيجيشن ده. وفي الساينتفك ساتلايت اللي ممكن تستخدم في الأبحاث العلمية بشكل أو بآخر، وطبعا في الميليتري ساتلايت باستخداماتها المختلفة، سواء تجسس، سواء تصور سطح الأرض بأكيورسي عالية، تشوف تحركات جيوش أو whatever. فغالبا هيبقى مطلوب من حضراتكم في المادة بتاعتنا نعمل تقرير وافي كده و presentation كويسة على كل جروب يختار one application يعني يعملونها في الـ report. فالـ communication satellite هو بيستخدم علشان يبعت ويستقبل داتا، وزي ما وصفنا كده هو بيشتغل كـ repeater station. يعني ايه repeater station؟ يعني زي ما وصفنا هنا كده هو في الآخر هيكون في على الأرض صورة من uplink حد بيبعت داتا، حد هي upload داتا، والستار هيشتغل أكنه repeater، هياخد السيجنال دي يكررها يعمل لها داون كاست أو داون داون لينك عشان تتساب. الريبيتر هنا ممكن يكون نوعين، passive أو active. الباسيف ريبيتر هياخد السيجنال زي ما هي بالنويز باللي عليها بالانترفيرنس وكل حاجة، يمكن ينقلها بس من frequency band لفريكونسي باند تاني ويعمل لها داون لينك. أو في active ريبيتر اللي هياخد السيجنال ويعمل لها دي موديوليشن وينزل في البيس باند ويعمل لها بروسيسنج، بعد كده يرفعها على كارير لكنه عمل كلين كوبي من السيجنال ويبعتها. الريبيترز براجع عنها تبقى مقسومه النوعين دول باسيف او اكتيف. اللي هو في الاخر هيريسيف السيجنال وممكن يعمل لها بروسيسنج بشكل او باخر، سواء هو مجرد ينقلها من باند لباند يعمل لها داون لينك او يعمل دي موديوليشن وينزل في البيس باند وهكذا. فده يري ترانسميت سيجنال مره ثانيه. فالكوميونيكيشن ساتلايت هو سورت اوف ا ريبيتر مور اور لس. الايرث اوبزرفيشن ساتلايت اون ذا اذر هاند او ريموت سنسنج ساتلايت هو بيصور سطح الارض أثناء هو بيلف حوالين الأرض. الويزر فوركاستنج ساتلايت بياخد فوتوغرافز للكلاودز ويمونيتور الأذر أتموسفيريك بارامترز باستخدام سنسورز مختلفة. وهنا نتصور إن الساتلايت اللي هيعمل كوميونيكيشن ليه ريكوايرمنتس مختلفة شوية عن الساتلايت اللي هيعمل إيرث أوبزرفيشن أو الساتلايت اللي هيعمل ويزر فوركاستنج. من ناحية ايه؟ من طبعا من ناحية الهاردوير من ناحية السنسورز اللي عليه وكذا، هو اللي بيسموه البيلود. كلمة بيلود هنا في الكونتكست بتاعنا مقصود بيها الجزء اللي في الساتلايت اللي بيساعد يعمل وظيفته، سواء ترانسميت او ريسيف في حالة الكوميونيكيشن ساتلايت، او كاميرات بتصور في حالة الايرث اوبزرفيشن وهكذا. لكن كمان الاوربت اللي الساتلايت بيلف فيه مختلف. الساتلايت اللي بيعمل تي في برودكاستنج ممكن يكون الديلي بالنسبه له مش حاجه ضخمه، لان هي ما هياش تو دايركشنال كوميونيكيشن او دوبلكس كوميونيكيشن، هو مش حد رايح جاي يعني. وممكن هو هيبرودكاست ولو في ديلي فيو سكندز هير اند ذير مش مشكله، لكن لو انت عايز داتا رايحه جايه وانترنت او فويس كول الديلي مشكله. يعني هنشوف مع بعض ان في احد انواع الاوربتس اللي موجود على ارتفاع 36000 كيلو ممكن تلاقي راوند تريب ديلي ضخم جدا، يوصل مثلا نص ثانيه او ربع ثانيه، رقم ضخم جدا ممكن يعمل مشكله في التي سي بي بروتوكول، يبوظ حاجات كتير. فممكن يبقى في تريد اوف ما بين كذا حاجه ويخلينا نختار اوربتس مختلفه قريبة أو بعيدة من سطح الأرض بحسب الأبليكيشن. كذلك لو أنت هنا عايز Earth Observation Satellite
عايز حاجة تصور سطح الأرض، أنت محتاج يكون الأوربت بتاعك قريب من الأرض والساتلايت قريب من الأرض. وهنتعلم مع بعض إن في أشكال مختلفة من الأوربتس، واختيار الأوربتس بالأساس مرتبط بكذا حاجة من ضمنها الأبليكيشن اللي أنت عايزه. فمثلا ده كده الكوميونيكيشن ساتلايت زي ما اتفقنا، هو بياخد السيجنال من ايرث ستيشن، بيعمل لها ريبيتنج، ينزلها الناحيه الثانيه ما بين نقطتين ما كانش بينهم لاين اوف سايت اصلا، وما ينفعش يتكلموا مع بعض تيرستريال كوميونيكيشن وايرلس كوميونيكيشن. والحل الوحيد كان ان احنا هنمشي كابلات اوبتيكال فايبر او حاجه زي كده، which is the case يعني ده حاصل يعني، لكن ده الترناتيف الثاني متاح باستخدام الساتلايت. الـ Earth Observation Satellite هو وظيفته إن هو يصور سطح الأرض، وهتلاقي المسار اللي بيمشي فيه هنشوفه كمان شوية بيتوصف إزاي، بس طول ما هو ماشي هو عمال يصور كده شريحة من سطح الأرض. هو غالبا هنا في الرسمة دي هو ماشي كده من North Pole للـ South Pole، وهو ماشي عمال ياخد شريحة من سطح الأرض، والأرض عمالة تلف، الأرض بتلف كده اهو. طبعا ده الويست وده الإيست، فالأرض بتلف في الاتجاه دوت. فمع حركة الأرض بالنسبة لحركة الساتلايت هتلاقي عمال يصور شرائح ستريبس كده من سطح الأرض، ولما يخلص لفة كاملة يبقى خد صور كاملة الأرض، وقعد ياخد صور تانية في اللفة الجديدة وهكذا. الساتلايت كوميونيكيشن حصلت بسبب ريسيرش في حتتين. أول حتة الكوميونيكيشن تكنولوجي، إزاي نبعت سيجنال ونستقبلها، والسبيس تكنولوجي ما بين اللونشينج فيكلز، الصواريخ، التكنولوجي الأسوشيتد مع ان انا اصنع كومبوننتس تشتغل في الفضاء. انك عشان تصنع الكترونيك كومبوننتس تشتغل في درجات حراره في الفضاء اللي هي قليله خالص، تبقى محتاج يمكن تاخد في اعتبارك حاجه زي كده، غير لما تبقى الكترونيكس شغاله هنا عايزها ليها ريلايبيليتي اعلى بكتير. في حاجات كتير تفاصيل بتخص الساتلايت غير مجرد انه هيكوميونيكيت ازاي وعليه كاميرا ولا عليه سنسور. انت عايز تستابلايز الميكانيكال ستراكشر دوت، عايز تعمل له اورينتيشن من وقت للتاني بشكل او باخر عشان يبص على الشمس عشان يشحن السولار بانلز، عايز يبقى عليه سولار بانلز عشان تشحن البطاريات. ففي تفاصيل كتير قوي مرتبطه بالسبيس تكنولوجي غير مجرد ان هبعت داتا واستخدمها. فالاوبجيكتيف هنا كان ان هو ينكريز الرينج، المسافات اللي يعرف يغطيها، الكاباسيتي الداتا يعرف يبعت داتا قد ايه، او عدد التي في شانلز او عدد التليفون كولز اللي ينفع يشيلها، وطبعا اقل كوست ممكن. والكلام ان في الحرب العالميه الثانيه بسبب كان في ريسيرش جامد في الميسايل تكنولوجي، الصواريخ وازاي نعمل صواريخ، فده ساعد في موضوع اللونشنج بتاع الساتلايتس، او النولج اللي اتكونت في المجال دوت ساعدت في ان احنا نلونش ساتلايتس. وطبعا المايكرويف تكنولوجي والانتنا والكوميونيكيشن برضو ده اتطور في الوقت ده. فالاكسبرتيز اللي جم في الحتتين دول كومبايند هم اللي ساعدوا عشان الساتلايت كوميونيكيشن يبدا يظهر ويتطور باشكال مختلفه. وبرضو لو حضراتكم كنتوا سمعتوا قبل كده، الانترنت نفسها برضو ظهرت بسبب ريسيرش كان معمول في وقت الحرب عشان يبعت داتا بشكل ستيلثي ومحدش يشوفها، زي ما اتناقشنا السنة اللي فاتت الـ CDMA، واحد من التكنولوجيز برضو اللي ظهرت في وقت الحرب علشان تبعت الداتا بشكل ستيلثي ومحدش يقدر يتصنت عليها. في أوقات كتير الريسيرش اللي بيتعمل في الوقت دوت، العلم كومبايند مع الرغبة في التغلب على العدو بيعمل إنجازات. طيب الـ services provided by الـ satellite مش هت replace الـ terrestrial communication. يعني ما ينفعش نقول عندنا satellite طب بلاش موبايل بلاش optical fiber، بلا هو بتكمل، هي بتكمل
السيرفيسز بروفايدد باي تيرستريال نتوركس والكيبلز اند وات ايفر، بيكملوا بعض مش ده مكان ده. الموضوع بدأ سنة 57، الاتحاد السوفيتي طلع أول قمر صناعي اسمه سبوتنيك. بعد كده subsequent years كان فيها various experiments وتنافس بين الاتحاد السوفيتي وبين أمريكا، وأول geostationary satellite وزي ما اتفقنا ده من أشهر أنواع الساتلايت، طلع سنة 63 اسمه سينكوم. الجيوستيشنري ساتلايت الديستنس ما بينه وما بين سطح الأرض حوالي 36,000 كيلو، فلو دي الكرة الأرضية وده الساتلايت الجيوستيشنري، فالديستنس ما بين الاتنين دول approximately 36,000 كيلو متر. وهنعرف مع بعض بشوية معادلات كمان شوية ليه الرقم دوت 36,000 كيلو جه منين، يعني ايه اصله هنشوف. بس الجيوستيشن ساتلايت من اشهر انواع الساتلايت، اشهر انواع الاوربتس، يعني نايت سات، العرب سات، كل التي في برودكاستنج ساتلايت بتبقى جيوستيشن ساتلايت. زي ما انتم شايفين الديستنس الضخمة ديت هتعمل راوند تريب ديلي ضخم جدا، بيأثر على أنواع من الكوميونيكيشن اللي فيها داتا رايحة جاية. يعني لو داتا لو باكيتس ماشية في الإنترنت رايحة جاية بين الساتلايت والأرض، هتشوف راوند تريب ديلي ضخم جدا، هيبوظ الكوميونيكيشن بوجه عام. ففي كونسيدريشنز مرتبطة بالديستنس. الفيرست كوميرشال ساتلايت جيوستيشنري، بمعنى هو كان استخدام للسيفيليانز يعني الناس البني ادمين الطبيعيين، اللي هو انتل سيت 1 سنة 65. بعد كده سنة 65 برضه الاتحاد السوفيتي طلع اول ساتلايت بتاع كوميونيكيشن لو اسمه مولنيا، والمولنيا اسم اوربت كمان، في اوربت مشهور اسمه مولنيا. والاوربت دوت عمله الاتحاد السوفيتي او بيستخدمه الاتحاد السوفيتي، ان هو الاتحاد السوفيتي عشان هو موجود اوربن نورث بول او في مناطق اوربن نورث بول، فمش بيعرف يشوف الاوربت اللي اسمه جيوستيشنري. يعني هنا الاوربت اللي اسمه جيوستيشنري دوت بيقدر يخدم مناطق معينه في سطح الارض، لكن الناس اللي اوربن نورث بول والساوث بول مش بينفع يشوفوا ساتلايت موجود في الجيوستيشنري اوربت. فعشان كده ناس زي الاتحاد السوفيتي زي كندا، الدول اللي هي في ناحية النورث بول واللي زي ناحية الساوث بول، بدأوا يدوروا على أوربتس تانية مختلفة. فالمولنيا أوربت ده من أحد الأوربتس اللي بتستخدم عشان تخدم الناس اللي أوربت النورث أو الساوث بول. ومن هنا يبان إن different أوربتس بتخدم different applications و different geographical locations كمان، حسب أنت فين في سطح الأرض ممكن يبقى الأوربت ده مناسب ليك. الساتلايتس اللي طلعت في الأول سنة 65 و 67 والكلام دوت كان ليها low capacity. capacity in terms of the number of TV channels أو number of phone calls اللي ينفع تعديها، والكوست كانت عالية جدا. غير أسباب كتير، التكنولوجيا كانت قديمة، اللونشنج vehicles ما كانتش تعرف تشيل أوزان ضخمة. يعني هنا مثلا الانتل سات 1 دوت اللي طلعت سنة 65 كان وزنه 68 كيلو جرام، فده وزن صغير جدا. بيقول ان هو الهاردوير اللي عليه اللي ينفع يعمل ترانسميشن وريسبشن للداتا او للفون كولز او whatever قليل، هاردوير صغير، فده كان بيشيل 480 مكالمة تليفون بس. وتكلفة التشانل الواحدة لمكالمة التليفون كانت 32,000 دولار في السنة، ده لخط تليفون واحد على الساتلايت فون او على الساتلايت ده. طبعا دي تكلفة ضخمة جدا، لكن التكلفة جت منين؟ جت بسبب الكوست اوف لونشنج. اللونشر كان غالي جدا، الساتلايت كان ثمنه غالي وليه شورت لايف تايم سنة ونص ساعتها، وبالتالي كاباسيتي قليلة، وزنه كان صغير، فالوزن الصغير معناه ان الهاردوير عليه مش كتير وهكذا. لكن لما التكلفة دي قلت شوية، reduction in cost، ده جه منين؟ بسبب الريلايبل لونشرز، ان اللونشرز كانوا ريلايبل،
بتعرف تشيل heavier satellites، بنتكلم حاليا في حاجات اوربل 6 طن او اكتر كمان، فبالتالي ده يسمح، او كمان هنا نتكلمه في 13000 كيلو، فده يسمح بايه؟ يسمح بانك تحط هاردوير اكتر يشيل كاباسيتي اعلى، فده وقت ادى الى reduced cost per channel. الساتلايتس القديمه برضو الفيرست ساتلايتس كانت ليها ليميتد بيرفورمانس، والليميتد بيرفورمانس هنا ممكن نفهمه بكذا طريقه، ممكن نفهمه برضو ان الترانسميتد باور اللي عندها مش قد كده، ان هو اوبريتد على سولار بانلز، السولار بانلز والبطاريات يمكن كان تكنولوجي مش قد كده سنه 60، فبالتالي ما كان ينفعش تطلب منه انه يبعت بباور عاليه او تعمل انتنا دايركتيف قوي، فكان في considerations تخليه ليها limited performance. فبالتالي الـ Earth Station اللي على سطح الأرض عشان تسمع من الساتلايت بشكل جيد كان لازم يكون ليها عندها large antenna. فـ large antenna ده حاجة مش سهلة، احنا النهاردة بنتكلم في antenna نص قطرها متر، طبق نص قطر متر أو 80 سنتي أو 70 سنتي أو whatever، ده حاجة سهلة صغيرة، لكن لو انت الساتلايت بتاعك مش افيشنت والانتنه بتاعته مش قد كده، الجيم بتاعها صغير وتبعت باور قليله، فانت عايز تحت تحط لارج انتنه ضخمه جدا، الناس بتتكلم في 30 متر دايامتر ساعتها يعني، فده يخلي التكلفه عاليه جدا ويخلي الكوميونيكيشن شكلها يختلف، لان مش هينفع تقول هوم يوزر عادي اعمل لي انتنه نص قطر 30 متر، ما ينفعش. امال ايه اللي ينفع؟ اللي ينفع انك هتعمل point to point communication، يعني هتحط earth station ضخمه زي هنا في earth station، ضخمه جدا عندها الدايمتر الضخم دوت uplink، و earth station زيها هنا ضخمه، تعمل عندها داون لينك، وهنا بقى تقدر توصل اليوزرز المختلفين بكابلات او whatever، وهنا كمان تقدر توصل اليوزرز التانيين بكابلات او whatever، فهي point to point communication، one earth station communicating with another earth station، ما كانوش شايفين بعض قبل كده بسبب الديستنس الضخمه اللي ما بينهم، جيوغرافيكال سيبريشن ضخم، فانت حققت حاجه لكن لسه في مشكله. ولحد النهارده الايرث ستيشن اللي بتاب لينك على الساتلايت ساعات كتير لازم تكون ضخم قوي، يعني ليكوا يشوف في المعادي في محطه الساتلايت ضخمه جدا، الطبقه اللي فيها شكله ضخم وحد شافها هناك يعني. لكن الامبروفمنت اللي حصل في الساتلايت بيرفورمانس من ناحيه الانكريزنج السايز والباور بتاعه الساتلايت، يقدر يقعد باور اعلى، بطاريات اقوى، السولار بانلز مور افيشنت اند سو اون، سمحت لان احنا نقلل السايز بتاع الايرث ستيشن. طب خليني اسالكم سؤال، هو ايه علاقه السايز بتاع الانتنة بالموضوع ده اصلا؟ ايه علاقه الباور اللي بتتبعت او بنستقبلها بالسايز على الانتنة؟ حد عنده فكره عن الحكايه دي؟ اعتقد على دكتور عشان لو حصل ان هي انحرفت تعرف تستقبلها السيجنال كويس نفسه. كويس، احد الاعتبارات الدايركتيفيتي بتاعت الانتنة، ان الانتنة الكبيرة بتبقى very directive، فتقدر تشاور على الساتلايت، محتاجة تتزبل عشان تشاور على الساتلايت، يمكن ده اعتبار تاني. واحنا السنة اللي فاتت لو تفتكروا اتكلمنا ان الانتنة ليها جين، صح كده؟ الجين بتاع الانتنة وخدناه في المعدات بتاعتنا في اللينك بادجت، كان بيبقى received power هي transmitted power زائد الجين بتاع transmitting antenna، مش كده؟ زائد الجين بتاع receiving antenna لما خدنا في الوايرلس. ففي الحقيقة كل ما الانتنة حجمها كبر كل ما الجين بتاعها كبر، فات ليست بالنسبة للبارابوليك antenna اللي هو الديش receiver اللي موجود عندنا، فطيب هو السقوط بيكبر كل ما الجين يزيد، فبالتالي لو الساتلايت بيبعت باور قليله فانت عشان تعوض ده عايز انتنه تكون كبيره ليها جين ضخم فتسمع منه،
والجين هو وجه اخر للدايركتيفيتي اللي بنتكلم عليها دي. لكن لما الستلايت اتطور بقى باور اعلى، فبقى ينفع تحط ايرث ستيشن انتن اصغر، الجين بتاعها هيبقى اقل بطبيعه الحال، لكن ستيل هيسمع من الستلايت، من الستلايت بقى لي امبروفد بيرفورمنس. فده خلى شكل الكوميونيكيشن يختلف شويه، بقى عندك increase في النمبر اوف ايرث ستيشن، وبدل ما كانت ايرث ستيشن واحده بس هي اللي بتسمع، بقى ممكن تحط عند الهوم يوزرز العاديين بقى كل واحد يحط انتنة ويسمع من الستلايت. بوينت بدل ما كانت بوينت تو بوينت بقت بوينت تو مالتي بوينت كوميونيكيشن. فبالتالي ده سمح ان انت تبرودكاست السيجنال to several locations. ممكن يكون الترانسميشن طبعا من single transmitter to large number of receivers via point to multi-point communication، وممكن يكون from a large number of stations to a single station، ممكن برضو يكون المنظر ده، أو من كذا user لكذا user which is the case right now. حاجة زي Starlink، انت في الاخر انت بتبعت لاي حد واي حد بيبعت لاي حد، ما بقاش في فكره بوينت تو بوينت دي موجوده ولا بوينت تو مالتي بوينت. فاللي حصل دوت خلى في مالتي بوينت داتا ترانسميشن نتوركس وداتا كولكشن نتوركس ممكن تتعمل، ودي ليها اسم كده بيسموها الفي سات اللي هي فيري سمول ابرتشر تيرمينالز. ده ممكن يبقى احد التوبكس اللي نتكلم عليها في الريبورت بتاعنا، ان ايه هي الفي سات، اشكالها، انواعها، ويعني ايه فيري سمول ابرتشر تيرمينال، ونشوف تفاصيلها بشكل اكتر شويه. في دايركت برودكاستنج باي ساتلايت والدايركت تو هوم سيستمز اللي هو بيبرودكاست لليوزر اللي في البيت عادي، وبنتكلم على انتنه نص قطرها نص متر او متر، فده انتنه صغيره نسبيا، الجين بتاعها صغير نسبيا، لكن كان ممكن تسمع من الستلايت بسبب التطور اللي حصل في الستلايت تكنولوجي، فينفع باور اعلى، الجين اكبر، التطور في التكنولوجي بتاعت الكوميونيكيشن نفسها، وجود ايرور كنترول كودينج احسن، سيستمز مور سوفيستيكيتد تتغلب على الشانل انفايرمنتس وهكذا. كويس، فالدايركت برودكاستنج ساتلايتس اللي تبعت للبيت على طول او للاند يوزر العادي على طول، اللي بيحصل ان بيكون فيه بتتنقل السيجنال التي في سيجنال على تيريستيال لينك مايكرويف لينك عاديه او اوبتيكال فايبر او وات ايفر، يعني للاب لينك ستيشن زي المحطه الضخمه مثلا اللي في المعادي ديت. والاب لينك ستيشن محتاجه اب لينك على الساتلايت تمام. الفكرة ان الـ uplink station ديت لازم تبعت بـ very narrow beam، very narrow beam عشان يكون ليها gain كبير جدا، فـ زي ما تفهم الـ directivity مرتبطة بالـ gain. انت عايز antenna تكون كبير قوي، gain بتاعها ضخم جدا، و narrow beam، الـ narrow beam ده علشان يضمن ان الـ power كلها رايحة في اتجاه واحد للساتلايت ده، ما يعملش interference على الساتلايت اللي جنبه، لان خد بالك ان زي ما هنتكلم ان في constellation of satellites في نفس الاوربت، ممكن يكون في كذا ساتلايت في نفس الاوربت، وبالتالي انت عايز تو بوينت على ساتلايت بعينه. يعني مثلا زي ما هنشوف مع بعض كمان شويه، النايل سات موجود عند 7 degrees west، عند خط طول 7 درجات غرب، ولو بصيت على الساتلايتس اللي موجوده هتلاقي جنبيه عند 8 وعند 9 وعند 10 ساتلايتس تانية، يمكن فراكشنز من الديجري كمان. فانت عشان تضمن ان مفيش انترفيرنس من ساتلايتس على بعضها، انت عايز الستيشن بتاعك قبل ما تكون فيري نارو بيم، دي حاجه. بعد كده الساتلايت هيعمل داون لينك، فطبعا ده اللي اسمه اب لينك. والساتلايت هيبدا يعمل داون لينك بوايد بيم، وايد بيم لان هو عايز certain coverage area، هو عايز يخدم منطقه جغرافيه معينه. مثلا النايل سات بيخدم نورث افريكا وساوث يوروب بيتهيألي، ومنطقه الميدل ايست بوجه عام.
فانت عايز يكون الفوت برينت بتاعت الانتنة تخدم المنطقة دي، فانت عايز البيم ويدث غالبا هيكون بيم واسع شوية. الحاجة التانية طبعا دي كده داون لينك. الحاجة التانية الفريكوينسيز، غالبا في الاب لينك بنستخدم الفريكوينسي الاعلى شوية، وفي الداون لينك بنستخدم الفريكوينسي الاقل. يعني طبعا مش شرط 14 و12 حسب الباند اللي بتشتغل فيه، يعني زي ما هتشوف كمان شوية ان الساتلايت فيها كذا باند، في السي باند، الكي يو باند، كل باند ليه فريكوينسيز معينة، وزين الباند دوت احنا بنستخدم غالبا الهاير فريكوينسي في الاب لينك. يعني غالبا بنستخدم الهاير فريكوينسي في الاب لينك. واللور فريكوينسي في الداون لينك. والسبب في حاجة زي كده ليه علاقة باللينك بادجت. السنة اللي فاتت لو تفتكروا كنا أخدنا بالنا إن الـ free space loss مرتبط بالفريكوينسي، كل ما الفريكوينسي تزيد كل ما الـ free space loss يزيد. فاكرين حاجة زي كده ولا مش فاكرين؟ اه تمام يا دكتور. تمام. فالفكرة بما إن الساتلايت عنده limited power فهنخليه هو الـ low frequency عشان يشوف free space loss أقل شوية، فتبقى الباور اللي مطلوب منه يبعتها أقل شوية. فدايما هتلاقي وجهة النظر إن نخلي الداون لينك اللي هو الساتلايت بيبعت الأرض على اللور فريكونسي عشان يشوف free space loss أقل شوية، فتبقى الباور اللي مطلوب منه يبعتها أقل شوية. فبالتالي لو جه سؤال في الامتحان مثلا غالبا هقول لك عندك ساتلايت سيستم بيوبريت عند 14 جيجا سلاش 12 جيجا، فانت باي ديفولت هتعرف مين الاب لينك ومين الداون لينك. بتقول ان الهاير فريكونسي في الاب لينك يبقى ال 14 دي اب لينك وال 12 دي داون لينك، وبالتالي انت بتحسب اللينك بادجت بتاعتك او وات ايفر السؤال عايز ايه، هتاخد في اعتبارك ان الهاير فريكونسي في الاب لينك واللور في الداون لينك. وساتلايت كمان في ديجيتال اوديو برودكاستنج، وما اعرفش في مصر في على النايل سات اوديو شانلز بتتبعت، وممكن تستقبلها بالريسيفر العادي اللي عندك في البيت. لكن في امريكا مثلا كنت في كندا كنت شفت قبل كده ناس ممكن يبقى حاطط في عربيته طبق صغير 10 سنتيمتر او اقل مثلا عشان يستقبل ساتلايت اوديو، يبقى محطات اذاعه على ساتلايت. الساتلايتس برضه مفيده في الموبايل كوميونيكيشن، للشيبس، للبلينز، للبورتبل ايرث ستيشن اللي هي السات فونز، لو في تليفون بيتكلم مع الساتلايت. والبيرسونال موبايل كوميونيكيشن ممكن تحصل بشكلين. اول شكل الجيوستيشنري ساتلايت، زي ما هتكلم مع بعض أو زي ما قلنا الساتلايت دوت أو الجيوستيشن دوت يبعد قد إيه عن سطح الأرض؟ حد فاكر؟ 36,000 كيلو بالظبط كده. فالديستنس ما بين الساتلايت وما بين الأرض بنتكلم في 36,000 كيلو، فمسافة ضخمة جدا تعمل ديليز ضخمة وعايزة ترانسميتد باور مش قليلة علشان أقدر أعمل الكوميونيكيشن. وتخيل بقى ان هي مكالمه تليفون رايحه جايه، فطبعا ممكن ده يعمل تاثير سيء على جوده المكالمه او ان هي تبقى ريل تايم، بس بتحتاج نسبيا انتنات ضخمه. يعني زي شركه سرايا، معرفش هم لسه موجودين ولا لا، بس غالبا اعتقد لسه موجودين، كانت موجوده من زمان بتقدم السات فون سيرفيسز. يعني الفكرة الثانية أو التوجه الثاني إنك تخلي الساتلايت يقرب شوية من سطح الأرض، تعمل حاجة اسمها Low Earth Orbit، اختصارا بيسموه LEO Low Earth Orbit.
اللو ايرث اوربت هو قريب من سطح الارض. بدل ما الديستنس 36000 كيلو بنتكلم في ديستنس حوالي 1000 كيلو بس. فطبعا مسافة اصغر بكتير، هتريلاكس شوية حاجات من وجهة نظر الديلي، من وجهة نظر الباور ترانسميتد. لكن مشكلتها الاساسية، وطبعا ده هيبقى مشكلته الاساسية، ان هو نون جيوستيشنري. يعني ايه نون جيوستيشنري؟ هنفهم الحكاية دي كويس قوي كمان شوية. فنون جيوستيشنري دي مشكلة كبيرة. وخليني هنا spend some time اتكلم عن معكم بسرعة يعني ايه جيوستيشنري ساتلايت. حد كده عنده فكرة يعني ايه المقصود بكلمة جيوستيشنري؟ بتبقى ثابتة مثلا، او مش ثابتة يعني، واقفة في مكانها بس بتتحرك مع الارض، فبيبقى كأنها ثابتة في مكان واحد. زي ما باشمهندس كده قال، هي ثابتة بالنسبة للارض، بس هي الارض نفسها بتتحرك، فهي بتتحرك بنفس سرعة الارض بنفس الاتجاه فتبان ثابتة. فجيو ستيشنري، ستيشنري حاجة ثابتة، والجيو بالنسبة للأرض يعني. فالجيو ستيشنري هو بيبقى فيكسد للسكاي in with respect to the earth. فبالتالي لو هذه الكرة الأرضية وده الإكويتور، ده النورث بول، ده الساوث بول. طبعا الارض بتلف حوالين نفسها في الاتجاه دوت. فالساتلايت كمان، لو ده الساتلايت بتاعك الجيوستيشنري ساتلايت، هتلاقيه بيلف هو كمان نفس الاتجاه. الارض بتلف في الاتجاه ده وهو كمان بيلف نفس الاتجاه. الارض بتلف لفه كامله في 24 ساعه وهو كمان هيلف لفه كامله في 24 ساعه. فالاوربيتال بيريود بتاعته بتساوي ال 24 ساعة، او to be precise يعني هي 1 day. زي ما انتوا عارفين اليوم 23 ساعة، ما اعرفش كام دقيقة او كام ساعة، مش 24 بالظبط. فالاوربيتال بيريود بتاعته الكابيتال T دي هي الاوربيتال بيريود، هي 1 day. يعني يا دكتور كده الساتلايت دوت بيبص على نفس النقطة اللي بتواجهه للأرض، ماشي معاها صح كده؟ بالظبط كده. وده السبب ان احنا لما بنيجي نبص على النايل سات، احنا حاطين الطبق بتاعنا ومخليني يبص في اتجاه معين، ما بتغيرش، مش محتاج تعمل تراكنج. لو انت عندك طبق فيكسد انت بتظبط الزوايا بتاعته وانس، ومش محتاج انه يتراك اي حاجه، ان هو الساتلايت ثابت بالنسبه للارض. فوانس انك ظبطت الزوايا، هما الاثنين بيلفوا في نفس الاتجاه بنفس السرعه، فهو بالنسبه لك ثابت ستيشنري. فبالتالي ده بيحل مشاكل كتير قوي من ناحيه التراكنج. يعني انت عشان تتراك ساتلايت وعندك ما بينك وما بين ريليتيف موشن، دي مشكله كبيره، مش حاجه سهله يعني، فيري اكسبنسيف، ودي مشكله. فدي الجيو ستيشنري. ومن هنا نفهم ليه الساتلايتس بتاعت التي في برودكاستنج اللي بتارجت كاستمر زينا قاعد في البيت ما عندوش رفاهيه انه يدفع فلوس كتير في تراكنج سيستم ولا حاجه، ان هو لازم يكون جيو ستيشنري. وعشان كده الجيو ستيشنري اوربت بيعتبر ناتشرال ريسورس، وبيتنظم مين يطلع في الجيوستيشن اوربت ويطلع فين وحاجات زي كده على مستوى العالم. تبع الامم المتحده وتبع الاي تي يو الانترناشونال تيليكوميونيكيشن يونيون، هم اللي بينظموا مين هيطلع على الجيوستيشن اوربت والساتلايتس اللي فيه عامله ازاي. وبما انه هو كانه مسار بيلف حوالين الارض كده 360 درجه، فبيتقسم وفي ساتلايتس جنب بعض جنب بعض جنب بعض. يعني زي ما قلت لكم النايل سات موجود عن 7 degrees west. لأن هو عند خط طول يعني 7 degrees west. هو ثابت دايما. ازاي ثابت؟
هو دايما عند خط الطول دوت، الارض بتلف هو بيلف معاها، فهو دايما عند خط طول 7 degrees west. وتلاقي جنبيه في ساتلايت تاني وقبليه في ساتلايت تاني، وهديك كمان شويه ويب سايت بيقول الساتلايتس اماكنها فين وموجود عند انهي خطوط طول. فالجيوستيشن ساتلايت ليه ميزه ضخمه جدا، ميزه مهمه جدا، ان هو ثابت بالنسبه للارض. لكن الثبات ده جه منين؟ انت محتاج، هنشوف كمان شويه في معادله بتربط الاوربيتال بيريود بالديستنس. طبعا متصورين معايا ان لو الديستنس دي اصغر هتلاقي الستايل بيلف اسرع، مش هياخد 1 دي 24 ساعه عشان يلف لفه كامله، هياخد ساعه عشان يلف لفه كامله مثلا. وكل ما يبعد كل ما الاوربيتال بيريود بتزيد. فال1 دي ده هو اللي خلى الديستنس من سطح الارض للساتلايت 30000 كيلو، وما بين السنتر اوف ايرث والساتلايت حوالي 42000 كيلو، على اعتبار ان نص قطر الارض يعني ابروكسيمتلي 6000 كيلو. فالديستنس الضخمه ديت، طبعا لما انت بتتكلم على ايرث ستيشن انت بتتكلم من سطح الارض، بس هنا انت فوق الاكويتور بالظبط، يعني لو انت هنا في القاهره كايرو تبقى الديستنس مختلفه سنه، ان انت مش على الاكويتور. ف 36000 كيلومتر دي من الاكويتور للستلايت. فدي الميزه بتاعت الجيوستيشن والستلايت. بس الميزه دي قصادها ان المسافه الضخمه دي هتعمل هيوج راوند تريب ديلي. بالتالي ده يأثر على أي form of real-time communication عايز داتا رايحة جاية. بس ده كان الاختيار في شبكة زي شبكة السعودية وفي السات فونز. يعني الحل التاني بقى إنك تحط ساتلايت تكون قريبة من سطح الأرض على ارتفاع أصغر، زي إيه اللو إيرث أوربت دوت اللي هو 1000 كيلو. بس ساعتها انت خسرت حاجة مهمة، خسرت في الحقيقة ان الساتلايت بتاعك ما بقاش ثابت بالنسبة لسطح الارض. وزي ما هنشوف كده، مثلا لو هي الكرة الارضية وادي الاكويتور، وادي النورث بول وادي الساوث بول، غالبا بتبقى الوضع التاني اللي هو بيسموه اللو ايرث اورب، بيبقى ساتلايت بيلف كده. دي احد الحلول يعني، هو بيلف كده بتلاقي الستلايت ماشي من النورث بول للساوث بول ويلف حوالين الارض كده ويطلع من الناحيه الثانيه. فايه المشكله الكبيره اللي هنا؟ المشكله الكبيره اللي هنا ان الستلايت الديستنس ما بينه وبين سطح الارض صغير، فبيلف بسرعه. ممكن تلاقي هنا في اللو ايرث اوربت دوت اللي هو الديستنس، بنتكلم رافلي في 1000 كيلو مثلا، ممكن تلاقي الاوربيتال بيريود بنتكلم في ساعة او اقل. هناخد معادلات بالظبط تحسب لنا العلاقة بين الديستانس والاوربيتال بيريود. فساعة دي معناها انه خلال اليوم هيلف 24 لفة فوق الارض. طبعا في مشكلة كبيرة تانية، المشكلة الكبيرة ان الارض بتلف كده. فلو انت كاستمر واقف هنا، او خلينا نقول واقف حاليا هنا بتتكلم في التليفون، الستلايت ماشي من نورث للساوث والارض بتلف كده، فانت شويه مش هتشوفه، شويه هتعمل ايه؟ مش هتبقى شايفه. بتفتكروا نحل المشكله دي ازاي؟ او خليني اقسم المشكله حتتين. خلونا ننسى ان الارض بتلف for just for a second. ننسى just for a second ان الارض بتلف. الساتلايت هو اللي بيلف، فانت عندك في ساتلايت موجود هنا كده بيلف في الاوربت دوت. وليتس ان هو حاليا موجود فوق المنطقه اللي انت بتتكلم فيها. فانت شايفه تمام وكل حاجه حلوه. لو اهملنا دوران الارض بس just for a second، ايه اللي هيحصل؟ الساتلايت نفسه بيتمشى. فالساتلايت دوت النهارده يعني دلوقتي موجود هنا، كمان شويه هيحصل له ايه؟
ينزل هنا كده. ثم هو لما نزل هنا انت ككاستمر مش شايفه، ازاي تعمل مكالمه تليفون والساتلايت اصلا سابك ومشي؟ تعمل ايه؟ نحل الحكايه دي ازاي؟ بنقل على ساتلايت تاني اوتوماتيك ولا؟ بالظبط، لازم نفس الاوربت يكون في constellation of satellites، يعني مش واحد بس ولا اتنين، مجموعة من الساتلايتس عمالين بيلفوا ورا بعض، بحيث ان لما واحد يبعد التاني يخش وراه على طول. فدي اول نقطة، ان انت عندك هنا اللي بيسموها constellation of satellites. ففي نفس الاوربت هيبقى فيه كذا ساتلايت بيلفوا ورا بعض. لو انت طلعت بره الكفر انت ككاستمر، يعني الستلايت بيلف، انت طلعت بره الكفرج بتاعه يخش واحد تاني مكان. الموضوع يبقى كومبليكيتد اكتر شويه بقى لو خدنا في اعتبارنا ان الارض كمان ايه بتلف. فانت مش مجرد ان الستلايت سبق ومشي، ده انت كمان مشيت الناحيه دي كده. فدي حلوها ازاي بقى؟ لازم يعمل مجموعه من الاوربتس، مش اوربت واحد بس، بقى عايز اوربت تاني عامل كده، اوربت تالت عامل كده، بحيث انك لما تبص على الكره الارضيه من فوق، لو ده النورث بول تبص عليها من فوق هتلاقي الاوربت عامله كده، يعني ده كده منظر من فوق يعني. لازم يكون في كذا اوربت وكل اوربت فيه كذا ساتلايت عاملين كونستليشن مع بعض عشان يقدر يعمل provide service لمناطق معينة في سطح الأرض. وعشان كده لما تبصوا على شركة زي ستارلينك وتبصوا على عدد الأقمار الصناعية اللي هم طالعين، هتلاقي عدد ضخم جدا. معرفش حد يفتكر رقم، أنا آسف الرقم مش في بالي دلوقتي. يعني خلينا كده لو دورنا على ستارلينك مطلعة كام ساتلايت فوق، هتلاقي رقم ضخم جدا، إن هو عامل constellation of satellites في orbits مختلفة علشان يقدم سيرفيس كونتينوس للناس على سطح الارض، او على الاقل جزء منهم، يعني ممكن مش بيقدم سيرفيس في كل حته يعني. فالفكره ان انت الحل التاني عشان تعمل بيرسونال كوميونيكيشن انك تعمل لو ايرث اوربتس، بس تكون كونستليشن اوف نون جيوستيشنري لو ايرث اوربتس. وده اللي حاصل في شركات قديمة شوية زي إريديوم، وفي شركة اسمها جلوبال ستار، وطبعا النهاردة شركة ستارلينك عاملة نفس الفكرة. يمكن كمان بقى بتقدم خدمات الإنترنت بشكل أفضل. فيعني أنا جبت كده من على ويكيبيديا، الناس بتتكلم في 12,000 ساتلايت. تمام، نيولي 12,000 ساتلايت ديبلوي لسه، ده ريبلان. يعني متخيلين الرقم قد ايه كبير عشان يقدر يكفر الارض بالشكل ده؟ هل الدسكشن دي واضحه ولا فيها مشكله يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. طيب الساتلايت سيستم بوجه عام كومبوزد من ثلاثة سيجمنتس رئيسيين. الثلاثة سيجمنتس دول اللي هما السبيس سيجمنت والجراوند سيجمنت والكنترول سيجمنت. زي ما اسمهم كده بتقول كل واحد ليه وظيفة بيعمل. السبيس سيجمنت هي one or several active and spare satellites organized into constellations. يعني ساتلايت واحد او مجموعه من ساتلايت سو اكتيف، او واحد محطوط spare عشان لو ساتلايت وقع، و organized into constellations كذا ساتلايت في نفس الاوربت بيلفوا ورا بعض عشان يدوا لك سيرفيس بشكل معين. الجراوند سيجمنت on the other hand هي all traffic earth stations. الearth stations اللي بتسمع الداتا او بتابلود يعني على حسب الابلكيشن، واكتف بتبعت الداتا وتستقبلها على حسب السيرفيس اللي عندك. ممكن تبقى الستيشنز دي ليها احجام مختلفه، ممكن يبقى طبق نص متر فوق سطح بيت، وممكن يبقى محطه ضخمه جدا فيها تراكنج ان هي بتمشي مع ستلايت مش ستيشنري وهكذا.
والأنتنة ممكن تبقى من few centimeters ل tens of meters على حسب الابليكيشن. وطبعا واضح ان عشان الاثنين دول يتفاهموا مع بعض بشكل كويس وتظبط الأنتنة وتظبط الستلايت في مكانه زي ما هنتكلم مع بعض في الشابتر اللي جاي بتاع اوربيتال ميكانكس، ان الستلايت محكوم بشويه قوانين زي كيبلرز لو، قانون كيبلر الاولاني والثاني والثالث الثري كيبلرز لو. لكن القوانين ديت معموله على assumptions معينه مش حقيقيه. احد الassumptions ديت ان الارض يونيفورم سفير، ده مش حقيقي. الارض في الحقيقه متبططه شويه، بيسموها سفيرويد، بليت سفيرويد، متبططه كده شويه من عند نص قطرها عند الاكويتور اكبر من نص قطرها عند النورث والساوث بول. فالارض ما هيش بيرفكت سفير. المجال اللي هي جاذبيه الارض مش يونيفورم. الحسابات اللي بتتعمل كلها بتفترض ان السبيس ما فيهوش غير الارض والستلايت، ده مش حقيقي. في القمر، المون، في كواكب اخرى، في الشمس، كلها بتعمل تاثيرات ولو كانت صغيره. فكل ده بيخلي الستلايت بيحاول يهرب من مكانه. انت حاطه في اوربت والمفروض ان هو بيلف على ارتفاع كذا من سطح الارض، هتلاقيه شويه شويه بيهرب من المسار بتاعه، فانت عايز تتحكم فيه، التراك هو موجود فين، ويبقى عندك تحكم انك ترجعه تاني في المسار بتاعه لو بيحاول يهرب شويه بشويه. ففي الحقيقه انت محتاج الجراوند سيجمنت عشان تتحكم في الحكايه دي. دي consists of all ground facilities for control and monitoring of the satellite. يعني لو حد فيك يعرف مهندسين شغالين في النايت سات، في جزء من شغلهم ان هو قاعد شيفتات 24 ساعة بيمونيتور النايل سات والساتلايتس اللي فوق ويتحكم فيها لو احتاج. فالمونيتورينج والكنترول دوت، واعتقد المقر بتاعهم اللي هو في 6 اكتوبر بيتهيألي، ده بتاع المونيتورينج والكنترول للأقمار، ده بيسموها تي تي سي اللي هو تيليمتري تراكنج وتيليمتري اند كوماند. ودي بتبقى مانجمنت سواء للساتلايت ومكانه وبيهرب من مكانه ولا قاعد، والترافيك الاسوشيتد معاها وايه اللي يطلع وايه اللي ما يطلعش وحاجات زي كده. والريسورسز اللي على الساتلايت، الساتلايت التمبرتشرز بتاعت الديفايسز اللي جوه عامله ازاي، شغال بشكل طبيعي ولا في حاجه بتبوظ، السولار بانلز اخبارها ايه، البطاريات بتتشحن ولا لا، تفاصيل كتير قوي تخص الاوبريشن بتاع الستلايت. فهم دول الثلاثه سيجمنتس. زي ما اتفقنا السبيس سيجمنتس هو وان اور جروب اوف ساتلايتس اكتيف او بينهم سبير. وما بين الساتلايتس دي ممكن يكون في حاجه اسمها انتر ساتلايت لينك. يعني ايه؟ يعني ممكن الساتلايتس تكون بتتكلم مع بعضها من غير ما تنزل على الارض. يعني مثلا لو رجعنا للإكزامبل ده بتاع السات فون اللي في اللو ايرث اوربت، في الحقيقة الساتلايت ده والساتلايت ده ممكن يتكلموا مع بعض، فبحيث ان هما يريلي الداتا او الفون كول بتاعت الكاستمر ده لساتلايت تاني او لساتلايت هنا او whatever، وبعد كده يعمل لها داون لينك عند الابروبريت ايرث ستيشن. فممكن يكون في انتر ساتلايت لينك، يعني مش شرط يعمل داون لينك لايرث ستيشن على طول، ممكن يكلم ساتلايت تاني وكده يعمل داون لينك. وبالتالي هنا الساتلايت دايما هتلاقي فيه ثلاث انواع من اللينكات، في الاب لينك اللي هو من الايرث ستيشن للساتلايت، في داون لينك من الساتلايت للايرث ستيشن، وارد في النص في السبيس سيجمنت يكون في انتر ساتلايت لينك. وبالتالي لما هاجي نتكلم في اخر الترم على اللينك بادجت وحسابات السي على ان نود او الاس على اس نويز، يعني نسبه السيجنال باور والنويز باور، هناخد في اعتبارنا الثلاثه لينكس دول. هنحسب اللينك بادجت بتاعه الاب لينك لوحدها زي ما خدنا السنه اللي فاتت في الوايرلس، ونفس الكلام للانتر ساتلايت لينك، ونفس الكلام للداون لينك، وبعد كده هنمرج الثلاثه مع بعض. لان انت كاند يوزر موجود هنا، انت في الاخر متاثر بالثلاثه، متاثر بالاب لينك، متاثر بالانتر ساتلايت لينك، متاثر كمان بالداون.
ده كما يخص السبيس سيجمنت. الجراوند سيجمنت في منها نوعين، في منها اند يوزر عادي زي وزي حضرتك قاعد في البيت وحاطط ديش ريسيفر فوق وبتسمع الساتلايت، او حد معاه سات فون وبيتكلم في تليفون، او حد معاه ستارلينك تيرمينال بيشوف انترنت مع ستارلينك. وفي انترفيس ستيشن، ممكن تبقى ستيشن في الارض بتستقبل السر يعني whatever داتا او تي في شانلز او whatever، وتبدا تشتغل كجيت واي. وزي ما انتم اكيد عارفين كلمه جيت واي هي بتانترفيس مع نتورك تاني. ممكن الجيت واي دوت ينترفيس مع تيرستيال او موبايل سيرفيس بروفايدر مثلا. ممكن ينترفيس مع لاند لاين. ممكن انترفيس مع الانترنت. فكلمة gateway بوجه عام هي كلمة generic بتقول ان انا بانترفيس بين two different types of networks. انت هنا جايب داتا من على ساتلايت لينك وبتشوف بتوزعها على customers في الارض، فمش شرط الكاستمر يكون directly connected بالساتلايت يكون جزء من الجراوند سيجمنت، لكن ممكن يكون مستخبي ورا جيت واي، والجيت واي هو اللي بينترفيس مع النتورك. وطبعا زي ما تفتكروا من السنه اللي فاتت ان انت لو بتعمل اب لينك اللي بيحكم البرفورمانس بتاعك هو الايكويفالنت ايزوتروبيك رادييتد باور. هل فاكرينها من السنه اللي فاتت كانت ايه هي؟ الإكويفالنت ايزوتروبيك رادييتد باور هي الباور ترانسميتد زائد الجين بتاع الترانسميتنج انتنا. طبعا لو بنتكلم بالديسيبل، لو بنتكلم ريشيو هي الترانسميتد باور مضروبه في الجين بتاع الانتنا. وفي الداون لينك اللي بيحدد البرفورمانس هو الجي على تي، الجي الجين بتاع الريسيفنج انتنا، وايه التي دي يا شباب حد فاكرها؟ لا بصراحه فكروني. واحنا السنه اللي فاتت اتكلمنا عن النويز والايكويفالنت نويز تمبرتشر والحاجات دي ولا لا؟ دكتور بس يعني ما طولناش فيها. وحضرتك كنت زودت يعني كنت حضرتك زودتها السنه اللي فاتت بالذات. لكن ما استفدناش فيها يعني. تمام. فطبعا هنحاول السنه دي نتكلم عليها كده برضو بشكل يمكن فيه يعني تفاصيل سنه. ان النويز بيرفورمانس بتاع الريسيفر دايما بيعبروا عنه باستخدام حاجه اسمها تي، الايكويفالنت نويز تمبرتشر. والايكويفالنت نويز تمبرتشر ديت بتبقى واحد من البارامترز اللي بتحدد البيرفورمانس بتاع الريسيفر. يعني زي ما يهمني ان الريسيفر يكون الجين بتاعه كبير عشان يقدر يامبليفاي او يعني يسمع السيجنال بشكل احسن، يهمني كمان ان الريسيفر بتاعي يكون النويز بيرفورمانس بتاعه كويس. وعشان كده ممكن في حضراتكم المشروع بتاعه في متعرض للكلمه اللي اسمها لو نويز امبليفاير، او لو حد فيكم جرب يعني يشوف الديش ريسيفر بيتركب ازاي، في حاجه اسمها ال ان بي اللو نويز بلوك. ال ان بي ده اللي بيتركب فوق جنب الانتنه على طول. فانت دايما عايز الريسيفر بتاعك يكون اول ستيج فيه بعد الانتنة على طول اسمها low noise amplifier او low noise block، لان النويز performance بتاع السيستم بيتحدد بالاول بلوك ده بيظهر في الريسيفر. فدي السبيس سيجمنت، دي كده الجراوند سيجمنت. وعشان الاتنين يشتغلوا بشكل جيد محتاجين بقى تحكم. فانت عايز الـ TTC اللي بتعمل tracking للساتلايت وتليمتري وكوماند، وعايز network management ايه الداتا تطلع تنزل، الدنيا عاملة ازاي، الابلينك اخباره ايه، الداونلينك اخباره ايه، and so on. الـ earth stations اللي هي الـ ground segment ممكن تيجي بشكلين زي ما اتفقنا من شويه. ممكن يبقى يوزر ستيشن على طول انت بتنترفيس مع الساتلايت بشكل مباشر،
سوى في شكل إن أنت حاطط أنتنة وبتسمع القنوات على طول، أو معاك سات فون أو whatever، ممكن معاك هاند سيت أو بورتابل أو موبايل ستيشن أو whatever، VSAT بيسموها الـ Very Small Aperture Terminals، و you have direct access للـ Space Signal. السكة التانية إن يكون في Earth Station وفيها Gateway، والجيتوي دوت اللي هو بيسموه الانترفيس ستيشن، ده بينتركونكت السبيس سيجمنت اللي هو الجاي من الساتلايت للتيرستريال نتورك. ممكن تبقى موبايل سيرفيس بروفايدر، لاند لاين، انترنت او وات ايفر. وكلمه جيتوي بوجه عام هو حاجه بتنترفيس بين تو ديفرنت تايبس اوف نتوركس. اللينك بتوين الترانسميتنج equipment and receiving equipment ممكن تاخد شكل الاثنين، يا اما radio frequency او optical modulated carrier. اغلب الظن الاوبتيكال كارير دي ممكن تحصل في الانتر ساتلايت لينك. في الانتر ساتلايت لينك ممكن الاوبتيكال تظهر، وطبعا ممكن تبقى راديو كوميونيكيشن عليه. لكن في الاب لينك والداون لينك غالبا بتبقى راديو لينك بس. وان كان ريسنتلي في حاجه اسمها الكوانتم ساتلايت والكوانتم كوميونيكيشن، ودي من الحاجات الجديدة اللي ظاهرة، والصين أعتقد كانت أول حد يتكلم على الكوانتم ساتلايت. ممكن أشجعكم أنتم تبصوا على الإنترنت وتدوروا يعني إيه كوانتم ساتلايت وبيشتغل إزاي والصين عملت فيه إيه. فممكن الكوانتم ساتلايت تستخدم برضو الأوبتيكال ليزر بيمز عشان تعمل الحكاية دي. وده فيلد على فكرة، الاوبتيكال كوميونيكيشن ده من الكوانتم كوميونيكيشن من الحاجات المهمه وادفانسد جدا. البرفورمانس بتاع الترانسميتنج اكويبمنت بيتقاس بالايكويفالنت ايزوتروبيك رادييتد باور، اللي هي زي ما اتفقنا السنه اللي فاتت هي الباور ترانسميتد بالدي بي ام زائد الجين بتاع الترانسميتر في الدي بي. في الماده بتاعتنا هنا التكست بوك اللي احنا ماشيين منه يعني بيعمل ايه، اي كوانتيتي عايزها بالديسيبل بيحطها بين اقواس مربعه، يعني يقول كده بي تي فتعرف على طول ان دي بالديسيبل او بالدي بي ام زائد جي تي. فالاقواس المربعه يعني في الكتاب بتاعنا دوت بتقول ان الكوانتيتي دي بالديسيبل. السنه اللي فاتت كنا بنكتبها كده عادي ونحط السافكس ان هي بالدي بي ام او بالدي بي ام. البرفورمانس بتاع الريسيفنج اكويبمنت بيبقى مرتبط بالريشيو اللي هي جي على تي. الجي ده الجين بتاع الريسيفنج انتنا، والتي دي اسمها الايكويفالنت نويز تمبرتشر، وهنتكلم بتفصيل اكتر في اخر الترم ان شاء الله على النويز تمبرتشر ديت ونحسبها ازاي. دي بيسموها السيستم نويز تمبرتشر. الجي على تي دي بيسموها ريسيفر فيجر اوف ميريت. figure of merit هنا مقصود بيها ان هو بيقول قد ايه receiver ده كويس او وحش، قد ايه هو قادر يكبر السيجنال الجي، وقد ايه هو قادر النويز بتاعته كويسه تي قصير. زي ما اتفقنا ان في تلات انواع من اللينكات، الاب لينك والداون لينك والانتر ساتلايت لينك. غالبا في التيبيكال سيستمز يبقى الاب لينك يبقى غالبا راديو فريكونسي، والداون لينك انذر راديو فريكونسي، والانتر ساتلايت لينك تبقى ممكن راديو او اوبتيكال فريكوينسي. وطبعا هنا بما ان الفريكوينسيز دي هتعدي على الاتموسفير
فانت عايز تشوف الاتموسفير بتعدي انهي فريكونسيز وبتمنع انهي فريكونسيز. وده هنتعرض له في شابتر، يمكن شابتر 3 هنبص على الاتموسفير ونشوف اللوسز بتاعتها عامله ازاي مع الفريكونسيز، وهنكتشف ان في مجموعه من الفريكونسيز الاتموسفير بتموتها تماما، يبقى عندها لوسز عاليه جدا وما تعديش، وفي مجموعه من الفريكونسيز تانية بتعدي من الاتموسفير بلوسز اقل شويه. وده اللي بيحدد الباندز اللي بينفع نبعت فيها في الاب لينك وفي الداون لينك. وبالتالي لو انت عايز تعمل انتر ساتلايت لينك، فانت عايز راديو فريكونسي من اللي مش بيعدوا الاتموسفير. انت عايز تختار فريكونسي من اتنويتد من الاتموسفير. ليه؟ عشان تضمن ان هي ما تعملش انترفيرنس على الداون لينك والاب لينك. في الانتر ساتلايت لينك انت محتاج تختار الفريكونسي بالشكل ده. وزي ما اتفقنا ان غالبا في الاب لينك بندي الفريكونسي الاعلى شويه في الاب لينك والفريكونسي الاقل شويه في الداون. فهنبص مع بعض على الفريكونسي ريسبونس او اللوسز يعني اللي حصلت في الاتموسفير في الديفرنت فريكونسي باندز، ونشوف مين اللي بيستعمل. اللينك بيرفورمانس بوجه عام ميجرد باي السي على ان نود اللي هي الكارير تو نويز ريشيو، اللي هي بتقاس يعني باور على باندز. وزي ما خدنا بقى في الديجيتال كوميونيكيشن في انالوج كوميونيكيشن ان السيجنال باور للنويز باور بتحدد البيت ريت البيرفورمانس بتاع السيستم. فبالتالي هنا بقى اللينك ما بين اللي خدناه في الكوميونيكيشن وما بين الكلام هنا، ان انت في الاخر في اي تيبيكال موديليشن سكيم انت سمعت عنه كيو بي اس كي كوام او whatever، انت في الاخر في عندك كده علاقه ما بين اس ان ار سيجنال تو نويز ريشيو او سي على ان نود او whatever وبيت ايرور ريت. فالكيرف ده عامل كده، عامل زي ما يكون. فالفكره ان انت عايز بقى تقول انا عندي لما حسبت اللينك بادجت بتاعتي ال received signal power بكذا، ال carrier power اللي هي received power كنا بنسميها PR السنة اللي فاتت received carrier power. وال N node noise أو noise spectral density noise power spectral density. فانت عندك دي جبتها من اللينك بادجت ودي جبتها من النويز اناليسيس بتاع السيستم، فانت عارف انت واقف فين، واقف هنا عند اس ان ار معين. الاس ان ار دي تترجم لبيت ايرور ريت، هل يا ترى بيت ايرور ريت ده مقبول ولا مش مقبول؟ وطبعا ده يختلف حسب الابلكيشن، لو هي مكالمه تليفون غير لو بتبعت داتا على الانترنت غير لو بتبعت whatever. فبالتالي معرفتنا بالساتلايتس باللينكس المختلفه اب لينك وداون لينك وانتر ساتلايت لينك، الفريكوانسي باندز ازاي بتتاثر بالاتموسفير، الديستانس اللي ما بين الساتلايت وما بين الارض، كل التفاصيل دي هتساعدنا نفهم ونحسب السي والان نود ومنها نجيب البرفورمانس ونشوف الدنيا عامله ازاي. طبعا هنا مش هنتعرض للديجيتال كوميونيكيشن، انتوا درستوها بتفصيل ممل في مواد كتير، و والبيت ايرور ريت علاقته بالاس ان ار عامله ازاي او اي بي اي ان نود وهكذا. هيبقى الفوكس هنا الماده دي على الحته المكمله بقى اللي هي الساتلايت بتفاصيله الديستنسز بتاعته التايمنج بتاعه عامل ازاي، اللي هو بيتحرك بالنسبه للارض ما هوش ستيشنري، ازاي اعرف عند التايم الفلاني الساتلايت فين، عند النورث بول عند الساوث بول انهي خط طول انهي خط عرض وهكذا. فدي كلها ده اللي هيحصل في الماده بتاعتنا. احنا بنكمل الصوره بتاعت الكوميونيكيشن بس من وجهه نظر بقى ايه الساتلايت بيتحرك ازاي وتفاصيله عامل ازاي. طيب فكده احنا شفنا ال ايرث ستيشن والخطا كده، عايزين نشوف السبيس سيجمنت. السبيس سيجمنت اللي هي الموجوده في الساتلايت فوق، الساتلايت بوجن عام متكون من حاجه اسمها البيلود، حاجه اسمها بلاتفورم. البيلود هو الهاردوير اللي بيساعد الساتلايت يفانكشن يعمل الوظيفه بتاعته. يعني ايه؟ يعني هو كوميونيكيشن ساتلايت
يبقى انت عايز تعمل receiving equipment و transmitting equipment بأنتنة بإلكترونيك equipment بطاريات وكل الحاجات اللي ايه او مش بطاريات الحاجات اللي هتساعده يعمل وظيفته. لو هو مثلا earth observation يبقى الكاميرات اللي بتصور السنسورز اللي بتعمل معرفش ايه فالبيلود اللي هو الجزء اللي في الساتلايت اللي بيساعده يعمل الوظيفة بتاعته. أما البلاتفورم هو بقية الحاجات اللي بتخدم البيلود، يعني الميكانيكال ستراكشر لو في بطاريات لو في سولار بانلز لو في بروبالشن محتاج تعمل حاجة اسمها مانوفر زي ما قلنا ان الساتلايت بسبب نون ايدياليتيز كتير بيديفييت من المسار بتاعه وبيحاول يهرب من الاوربت بتاعه فوارد انك تعمل مانوفرز وترجعه مكانه. عايزه يكون ستيبل في مكانه مش بيلف حوالين نفسه مثلا، عايزه يكون يواجه الشمس في اوقات معينه عشان يعرف يشحن بطارياته. ففي البلاتفورم هي الحاجات اللي بتخدم على البيلود، فالبيلود بالاساس هو الحاجه اللي بتخدم الفانكشناليتي بتاعت الساتلايت اللي هو مطلع يعمل ايه الكوميونيكيت ولا يبزرف الارض ولا ويزر ساتلايت ولا كذا. والبلاتفورم هي الميكانيكال ستراكشر والبروبالشن وكل التفاصيل التانية اللي بتخدم الساتلايت بروجرام. طيب بالنسبة للكوميونيكيشن ساتلايت البيلود هو ترانسميتنج وريسيفنج انتنا بترانسميتنج وريسيفنج اكويبمنت. يمكن الكلام ده هنا اكتر على الكوميونيكيشن ساتلايت. البيلود بتاعه هو receiving and transmitting antenna والequipment بتاعت transmitter والreceiver. احنا هنا نتكلم على comms communication satellite. البيلودز بتاعتنا زي ما اتفقنا منها هتلاقي فيه نوعين، في حاجة اسمها اللي بيسموه transparent payload اللي هو الباسيف، يعني هو في الاخر اتفقنا ان الcommunication satellite هو عبارة عن repeater، فهنا ده الباسيف repeater يعني هو بياخد السيجنال بالنويز بالانترفيرنس باللي فيها ويمكن بس هينقلها من باند لباند زي ما اتفقنا. لو هو 14 12 14 جيجا هرتز للاب لينك و 12 جيجا هرتز للداون لينك، فهو بس هيعمل ايه هياخد الداتا وياخد السيجنال ينقلها من باند لباند ويبعت زي ما ده هو الباسيف ريبيتر او بيسموه ترانسبيرنت بيلود او بيسموه البنت بايب مصورة متنية، ممكن هو مجرد ماسوره متنيه بتعكس الايه السيجنال وخلاص. والنوع الثاني ريجينيريتيف بيلود او الاكتيف ريبيتر اللي هو ياخد السيجنال ويعمل لها دي موديليشن ينزل في البيس باند بعد كده يرفعها ويبقى يرفع نسخه كلين من السيجنال دي اللي هو الاكتيف. فزي ما هو باين هنا ده اللي هو ده هنا عبارة عن passive repeater زي ما نشوف كده ان السيجنال جايه في الابلينك هتعدي على امبليفاير وهتعدي على فريكوانسي كونفرتر هيغير الفريكوانسي هو داون كونفرتر زي ما اتفقنا الفريكوانسي الاعلى في الابلينك والفريكوانسي الاقل في الداون لينك وبعد كده هيعدي على فلتر وامبليفاير تاني وينزلها في الداون لينك. البلوك ده كده اللي هو بيسموه تشانل او ترانسبوندر. التشانل او ترانسبوندر اللي هو ترانسميتر وريسيفر مسؤول عن certain bandwidths بيoperate في certain bandwidths. مثلا لو الساتلايت بيoperate في الكيو باند ولا في السي باند ولا whatever الباند ده كبير هنقسمه لشوية sub bands وكل ترانسبوندر بيشتغل في sub band معينة وبحسب الباندويتس بتاعه هيقدر يشيل عدد معين من التشانلز. فالباسيف ريبيتر هو كل الفانكشنالتي اللي هعملها ان كان هي امبليفاي هيغير الفريكوانسي باند مش اكتر من كده. اما الاكتيف ريبيتر
فهتلاقي هنا في حاجات زيادة بيعمل دي موديوليشن، هتلاقي بيعمل بيس باند بروسيسنج وسويتشنج، بعد كده يعمل موديوليشن، بعد كده ينزل في الداونلينك. فهنا هو عمل خطوات زيادة، وخصوصا ده مفيد جدا خصوصا لما يكون في ديجيتال كوميونيكيشن. زي ما انتم عارفين كويس ان انا في الديجيتال كوميونيكيشن عندي مزايا، اقدر اجنريت كلين كوبي من السيجنال لو استخدمت ايرور كنترول كودنجز كويسه وعملت سوفيستيكيتد سيستمز عشان ابعت واستقبل الداتا، فاقدر اتغلب على كثير من الايرورز اللي ممكن تحصل في الترانسميشن واقدر اجنريت كلين كوبي من السيجنال. فطبعا واضح ان الاكتيف ريسيفر ده هيكون لي اكتيف ريبيتر، هيكون لي بيرفورمانس احسن شويه، هيكون معقد اكتر وهيحتاج طبعا بروسيسنج باور اعلى، فعايز بطاريات، عايز سولار بانلز اند سو. ايتش ساتلايت عنده مالتيبل ترانسبوندرز، الترانسبوندرز دي بتشتغل في ديفرنت فريكوانسي باندز. يعني ايه ترانسبوندر؟ ترانسبوندر هو سيركت اون ذا ساتلايت بت ريسيف modulate, amplify, retransmit the uplink signal. وفي الآخر demodulator modulator operate for certain band. فإذا كان ال bandwidth of each transponder بي determine the capacity بتاعته، زي ما اتفقنا لو الستلايت operate في band بعينها هنقسم ال bands دي على different transponders، كل واحد ليه bandwidth يشتغل في different band. Typical transponder bandwidth ممكن تبدأ من 27 ميجا إلى 72 ميجا، ممكن تشيل طبعا كذا channel. طيب زي ما اتفقنا إن الـ space segment فيها حتتين، الـ payload والـ platform. الـ payload هو الـ hardware اللي يخص الـ mission بتاعة الـ satellite، المهمة بتاعته. Communication يبقى transmitter receiver antennae. Earth observation يبقى الكاميرا اللي بتصور، وكان في sensors. مش عارف GPS يبقى hardware الفلاني وهكذا. ال platform بقى هي بتconsist of all subsystems which permit the payload to operate. فال platform هي الحاجات اللي بتخدم ال payload. اللي بتخدم ال payload. يعني ممكن نلاقي subsystem اسمه altitude and orbit control. زي ما اتفقنا بسبب النون ايدياليتيز الساتلايت بيديفييت شويه بشويه من الاوربت بتاعه، فانت عايز سب سيستم يمونيتور الالتيتيود الارتفاع بتاعه والاتيتيود هو باصص فين، والاوربت كنترول هو بيديفييت من الاوربت بتاعه فين. فوظيفته ان هو يستابلايز الاتيتيود اللي هو التوجه او الساتلايت باصص فين والاوربت ديترمينيشن. ممكن تلاقي سب سيستم تاني بتاع بروبالشن، ان هو لو الساتلايت بعد شويه عن المسار بتاعه ممكن تشغل تعمل بروبالشن تزقه ترجعه تاني المسار بتاعه، فده عشان يعمل مانوفرز يعني كويس. ممكن هتحتاج ان يكون في الكتريكال باور سبلاي، وده هيكون معاه سولار بانلز وبطاريات، ومحتاج تحسب الكاباسيتي بتاعت البطارية قد ايه، السولار بانل قد ايه، وده هيتطلب شوية حسابات تبدو غريبة بالنسبة لنا شوية. هو قد ايه شايف الشمس ومكانه فين اصلا، انت محتاج تعرف هو مكانه فين بالنسبة للارض والشمس. واحد التوبكس اللي هنتكلم عليها في المادة، طب لو الساتلايت استخبى ورا الارض اللي هو بيسموه الاكليبس، حصل الخسوف فالشمس ما بقاش شايفها، ده بيحصل مرتين في السنة على الاقل، هيجي في وقت هتلاقي الساتلايت الجيوستيشن بالذات مستخبي ورا الارض ومش شايف الشمس. طب محتاجين بقى نعمل سايزنج للبطاريات والسولار بانلز بشكل معين عشان نعرف نوبريت. يمكن احنا مش هنتكلم على السايزنج بتاع السولار بانلز والبطاريات، لكن هنحسب على الاقل الوقت اللي هو مش شايف فيه الشمس قد ايه، من الوقت دوت بمعلومية البيلود عايز كهرباء قد ايه نقدر نديزاين السولار بانلز والبطاريات. هتلاقي سب سيستم تاني للتليمتري والتراكينج والكوماند بانترفيس مع الـ TC اللي في الارض ينفذ الكوماندز اللي جايه له. ثيرمال كنترول، انت عايز تمونيتور درجات الحراره والدنيا عامله ازاي. الميكانيكال ستراكشر اللي بيسبورت كل الكلام ده، دي كلها سب سيستمز بتسبورت البلاتفورم.
انتوا معايا ولا زهقتوا مني ولا ايه الاخبار؟ مع حضرتك يا دكتور. تمام عرفت اخلص يعني. طيب مش مشكلة. الجراوند سيجمنت هي consists of all earth stations، كل المحطات الارضيه اللي عندنا، وبتختلف بالاساس حسب الحجم بتاعها اللي بيتغير على حسب حاجات كتير. ممكن الترافيك، الفوليوم اوف ترافيك اللي جاي، ممكن انت بتسمع تليفون ولا تلفزيون ولا داتا ولا عامله ازاي. الانتنا سايز بيفرق معانا، ممكن تبدا من 10 سنتيمتر لو انت عايز حاجات موبايل فونز، او لو بتستقبل راديو زي ما بقول لكم الديجيتال اوديو برودكاستنج، او 30 متر. ممكن يبقى عندك ايرث ستيشن دي نص كوفه 30 متر زي اللي بتابلود على الساتلايت، او عندك النص متر ومتر اللي هو الساتلايت ريسيفر عندك في البيت، وهكذا. في various antenna sizes. Some stations both transmit and receive, which is the case مثلا في حالة ممكن تبقى في حالات cell phones أو لو internet زي Starlink. Others receive only على حسب لو أنت بتستقبل محطات تلفزيون مثلا زي الحالة يعني. من هنا يبان إن ال ground segment بوجه عام فيها البلوكات دي. أول حاجة طبعاً الأنتنة اللي هو البارابوليك أنتنة بتاعنا دوت، والأنتنة ديت هنتكلم عليها يمكن في شابتر 3 أو 4، وهنظبط نشوف نظبط لها الزوايا بتاعتها إزاي. هنلاقي في زاويتين مهمين قوي بنظبطهم، حاجة اسمها الإليفيشن أنجل، وفي أنجل تانية اسمها الأزيموس أنجل. دول هنشوف بيتحسبوا ازاي وبيتقاسوا بالنسبة لإيه. فهنشوف ان الاليفيشن انجل بتتقاس بالنسبة لللوكال هورايزون اللي هو الهوريزونتال بلين يعني اللي احنا طبعا زي ما انتم متخيلين الهوريزونتال بلين بيتغير من نقطة للتانية على سطح الارض، مش كده؟ هي دي الكرة الارضية، واحنا هنا في القاهرة مثلا الهوريزونتال بلين بتاعنا عامل كده، لكن لو حد على الاكويتر الهوريزونتال بلين بتاعه عامل كده، لو حد في نص الكره الجنوبي الهوريزونتال بلين بتاعه عامل كده. فالهوريزونتال بلين نفسه اللي هو بيسموه لوكال هوريزونتال ده نفسه بيختلف باختلاف النقطه اللي انت فيها سطح الارض. فالاليفيشن انجل بتتقاس باللوكال هوريزونتال، والازيموس انجل بتتقاس بالنسبه لحاجه تانية. فاحنا محتاجين هتلاقونا كده احنا ماشيين في اول شابتر وثاني شابتر بنحط ديفينيشنز الحاجات تبدو غريبه بالنسبه لنا، لكن الديفينيشنز دي مهمه عشان اقدر ابني عليها هحسب الازيموس انجل ازاي، هقيسها بالنسبه لايه، هقيس الاليفيشن انجل بالنسبه لايه، هحسبها ازاي، حساباتها مرتبطه بمكان الساتلايت بخطوط الطول وخطوط العرض وهكذا. التفاصيل دي كلها مترابطه ببعض ومعتمده على فهمنا شويه للجيومتري وفهمنا شويه للحركة الساتلايت. طبعا أبسط إيرث ستيشن في الدنيا اللي هي مجرد أنتنة وخلاص، وهتعمل RF front end اللي هو low noise amplifier وديموديليشن وخلاص على كده، وتاخد السيجنال على البيس باند to user. فالمسار ده كده ده أبسط شكل، أبسط نسخة من الـ Earth Station اللي هي اللي موجودة عندنا في البيوت اللي هي بالنسبة نشوف بيها التلفزيون. أنت هتاخد الأنتنة سلسلة جاية من الأنتنة على الـ RF Front End اللي هو Low Noise Amplifier أو Low Noise Block زي ما بيسموه الـ ND، والـ IF Demodulation تنزل على Base Band وخلاص. لو الـ Earth Station دي هت Upload Signal، لو هي بت Upload Signal انت عايز تعمل هاي باور امبليفاير وقبليه الاي اف موديوليشن وترفع السيجنال، فانت هنا تمشي بقى في المسار ده ان انت عندك بيس باند جاي من اليوزر هتموديليت وترفع على الكارير. ولو ده حاصل هي نفس الانتنة بتخدم الاثنين، فانت عايز بلوك اسمه ديوبلكسر عشان يعرف تعمل لك الديوبلكس سواء كان فول او هاف ديوبلكس او كده.
وفي كل دوت انت عايز، لو هي بقى اير ستيشن معقده وكبيره فيها اب لينك وداون لينك، يا سلام لو الساتلايت بيتحرك بالنسبه للارض فانت عايز تراكنج. طبعا الحاله البسيطه بتاعتنا ان احنا في جيو ستيشنري اوربت مش عايز تراكنج حاجه، لكن لو اير ستيشن ضخمه بتتراك ساتلايت بيتحرك في السماء في ريليتيف موشن عايز تراكنج، او لو اير ستيشن ضخمه وبتابلود على جيو ساتلايت برضه ده عايز تراكنج، لان البيم بتاعها فيري نارو، فاي ديفيشن ولو بسيط ممكن تمس الساتلايت وتروح على الساتلايت تاني، فانت ستيل عايز تراكنج حتى في حاله الجيو ستيشنري، بالذات في حاله الاب لينك لو انت حاطط اير ستيشن ليها جين ضخم وفيري نارو بيم فيري دايركتيف، فانت عايز الدايركتيف بيم ده يكون بيشاور بالظبط على الساتلايت، ان هو لو حدف سنه يمين سنه شمال مش هيشوف، فستيل يو نيد تو دو تراكنج. عايز تعمل مونيتورنج وكنترول للسيستمز بتاعتك، عايز باور سبلاي. فده كده تصور عام لشكل الجراوند سيجمنت بتاعك. طيب دي كده كانت فكره سريعه خالص على الساتلايت كوميونيكيشنز. هنخش في تفاصيل اكتر المحاضره الجايه، فاضل لي بس اتكلم على حاجتين صغيرين قوي عشان هنعوزهم في الشغل بتاعنا. طبعا خطوط الطول وخطوط العرض، اللاتيتيودز خطوط العرض دي بتعمل ايه يا شباب؟ بتقسم الكرة الأرضية وبتدينا النورث ساوث لوكيشنز، خطوط العرض اللاتيتيودز بتدينا النورث ساوث لوكيشن أو بوزيشن. يعني طبعا هي متقسمة الإكويتور ده خط عرض صفر، وكل ما تطلع فوق خطوط العرض بتبقى بوزيتيف، وتحت خطوط العرض بالنيجاتيف. يعني مثلا القاهرة عند خط عرض كام؟ حد يعرف؟ تقريبا 33 34 حاجة زي كده، خط عرض في المنطقة دي تقريبا 33 34. وعموما انت على جوجل ايرث واقف على اي نقطة في سطح الارض رايت كليك هيدي لك خط الطول وخط العرض. اللونجيتيود خطوط الطول بتدينا الايست ويست بوزيشن، وطبعا بتتقاس بالنسبه لخط جرينتش، ف اللي هو بيسموه البرايم ميريديان ده جرينتش. بيكتبوها كده تمام. ده خط جرينتش اللي هو في لندن، ده الزيرو لونجيتيود، ده خط الطول بيسموه برايم ميريديان، وطبعا البوزيتيف ناحية الشرق الايست والنيجاتيف ناحية الغرب. فلما اقول ان النايل سات موجود عند 7 degrees west اللي هو west of Greenwich west of the prime meridian، فهو في حتة دي تقريبا، رغم هو بيخدم الميدل ايست لكنه 7 degrees west. القاهرة برضو موجودة عند خط طول تقريبا 30 او حاجة و30، فالقاهرة هي somewhere هنا طبعا، هتلاقيها هي 30 خط عرض تقريبا و30 خط طول او حاجة و30. فخطوط الطول وخطوط العرض مفيدة جدا في كذا حاجة، ان هي بتحدد مكان الساتلايت، انت لو عايز توصف الساتلايت فين دلوقتي مع الوقت هو بيمر انت محتاج تعرف او تنسب ده لخطوط الطول وخطوط العرض. والمشروع بتاع السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها كان فكرته الاساسية انك تقول لي الساتلايت حاليا موجودة على انهي خط طول وانهي خط عرض. طبعا في حالة الجيو ستيشنري هو خط العرض دايما بصفر زي ما هنشوف يعني، وخط الطول ثابت زي في حاله النايل سات 7 degrees west. اما لو الساتلايت بيتحرك بالنسبه للارض الموضوع بقى معقد شويه، وبنحتاج نحسب حاجه اسمها الجراوند تراكس اللي بتقول لنا ازاي مكان الساتلايت بيتغير مع التايم، ومكانه ده بيتوصف بلونجيتيود ولاتيتيود.
فزي ما اتفقنا اللاتيتيود هي بتحدد النورث ساوث بوزيشن، الإكويتور اللي هو خط الاستواء هو زيرو لاتيتيود، النورث بول 90 degrees نورث ده بوزيتيف، ساوث بول 90 degrees ساوث ده نيجاتيف. خطوط العرض هي parallel to each other، 1 degree latitude correspond ل 111 كيلومتر تقريبا، 1 minute of latitude is 185. أما خطوط الطول longitudes هي بتmeasure east west position. Lines of longitude أو بيسموها meridians run between the north and south pole، هما مش parallel. يعني لما تبص كده معايا خطوط العرض هي parallel to each other، العرض parallel، لكن خطوط الطول بتتقابل عند النورث والساوث بول. زي ما هو هنا في الرسمة خطوط العرض متوازية، أما خطوط الطول بتتقابل هنا عند النورث بول وتحت عند الساوث بول. البرايم ميريديان هو عند جرينتش، ده اللي هو الزيرو لونجيتيود، و 60 درجة عندك 180 degrees west negative والeast positive. وطبعا اللوكال تايم بيبقى the same everywhere along the longitude line. فلو عندك ناس على نفس خط الطول هيبقوا شايفين الشمس زي بعض، هيبقوا نفس الوقت. القاهرة موجودة عند 30 degrees north و 31 degrees east، وجوجل مابس يدي لك الكوردينتس بتاعت أي نقطة أنت عايزها. طيب الأرض بتلف حوالين نفسها، حوالين المحور بتاعها مرة كل إيه؟ كل 24 ساعة، ده اللي بيدينا الداي نايت الترنيشن. بالظبط هما 23 ساعة 56 minutes and 4 seconds. ده الأرض بتلف حوالين المحور بتاعها، حوالين نفسها. والأرض كمان بتلف حوالين الشمس، الأرث أوربت هو المسار اللي بتمشي فيه الأرض حوالين الشمس. والمسار دوت مهم نعرفه ونبص عليه، ودوران الأرض حوالين الشمس ده اللي بيدي تعاقب السيزنز، الشتاء والربيع والصيف والخريف وهكذا. وهنلاقي إن الأرض بتلف حوالين الشمس مرة كل سنة 365 يوم وربع، اللي يسموها sidereal year. فلما تفكر إن الأرض بتلف 62 درجة في 365 يوم، هتلاقي تقريبا هي بتلف حوالي 1.98 degrees per day. فالأرض فيها حركتين بتلف حوالين نفسها وحوالين الشمس، وهنتكلم بتفصيل أكتر عن الحركتين دول وإزاي أثروا على الستلايت بتاعنا. يعني بسبب الحركتين دول هيجي في وقت الستلايت هيستخبى ورا الأرض ومش هيبقى شايف الشمس، فده يأثر يعمل إكليبس ويأثر على الأوبريشن، فيحتاج في ديزاين بطاريات وديزاين السولار بانل بشكل مختلف. الحاجة التانية إن الإكويتوريال بلين مايل أو محور الأرض مايل، فلو دي الشمس والأرض بتلف حوالين الشمس، فمحور الأرض مايل بالنسبة للمستوى اللي بنلف عليه ب 23 درجة تقريبا. والميل ده هيأثر على الساتلايتس، وهيأثر بالذات في موضوع الإكليبس اللي هو إن اللي يجي الساتلايت يستخبى ورا الأرض. يعني تخيل كده معايا السيتويشن هنا مثلا، إن الساتلايت بيلف حوالين الإكويتور وجي في وقت بقى ورا الشمس، بقى ورا الأرض، فمبقاش شايف الشمس، حصل إكليبس. وهنتكلم عن ده بتفصيل أكتر ونشوف قد إيه هو يأثر عليه. نص قطر الأرض الإكواتوريال راديوس اللي هو عند الإكواتور حوالي 6378 كيلو،
الراديوس اللي عند البولز نورث والساوث بول 6357 في فرق بسيط ما بينهم، لكن الفرق ده بيقول ان الارض ما هياش بيرفكت سفير. والمين راديوس 6271 الارقام دي given في الفورمولا شيت، ما تقلقوش مش هنحفظها، الارقام دي given فورمولا شيت. وبالمناسبه انا حطيت على ال ام اس الفورمولا شيت بتاعه الماده بتاعتنا اللي هتيجي في امتحان الميد تيرم والفاينل، بحيث تبقوا عارفين ايه المعادلات اللي المفروض مش هتحفظوها يعني، وارقام مش هتحفظوها، وايه الحاجات المفروض تكونوا عارفينها وتحفظوها. طيب كده انا خلصت المحاضره بتاعتي، لو حد عنده اي اسئله ليا اكون سعيد جدا ان اسمعها. تمام، طيب شكرا جدا لحضراتكم، هحط لكم المحاضره على ال ام اس، وباذن ربنا هتفق مع مندوب الدفعه عايزين محاضره للدي اس بي، غالبا الوقت اللي هيكون مناسب ليا يوم الخميس صباحا، هل ده مناسب ليكم ولا نشتغل بكره 7 بالليل برضه؟ عندكم بريفرنسز معينه؟ او احنا الميعادين فاضيين مش فارق قوي. طيب تفضلوا 7 بالليل ولا الصبح تصحين احسن الساعه 8 الصبح ولا 9 الصبح؟ طب ممكن نكلم مندوب الدفعه ونعمل مثلا بول على جروب الواتساب ونقول لحضرتك، يعني مندوب الدفعه ممكن. يقول خلاص حلو. انا استاذن حضراتكم بس انا هبعت لمندوب الدفعه واقول انتوا كلموه، تمام، بحيث نشوف ميعاد يكون مناسب لو بكره اخر النهار او الخميس صباحا. انا افضل الخميس صباحا بين بنتي يعني نكون صاحيين كده وفايقين، وناخد محاضره الدي اس بي. وانا طلبت ان الجدول يتغير ومواعيد المحاضرات تتغير، موضوع الخميس اخر النهار والحد اخر النهار ده صعب شويه، بس ما اعرفش هيستجيب ولا ايه، فربنا يسهل كده على يوم الجمعه ينزل الجدول الجديد ونشوف هيودينا فين. تمام، شكرا لحضرتك جدا يا دكتور. شكرا جزيلا يا شباب، ربنا يكون معاكم، نشوفكم على خير. دكتور ممكن حضرتك تقفل الريكورد؟ حاضر. شكرا.